بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. الحقيقة مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وثلاثين ومليون لازم نثني على منتخبنا الأولمبي وهذه الفرحة العارمة الحقيقة اللي شايفينها حضراتكم من الشعب خلال من يوم 8 مباراة الافتتاح 8-11 وحتى يوم 22. الكل كان في الأول ما كانتش الأمور ماشية بشكل جيد، كانت الناس بتفكر أن المنتخب الأولمبي ده الناس كانت خارجة من إحباط كبير جدا، وهو إحباط خروجنا من كأس الأمم الأفريقية في دور الستاشر، كأس الأمم الأفريقية للكبار. فالناس كانت دايما بتفكر أن منتخب الأولمبي ده خلينا بس نشوف أول ماتش. ربنا كرمنا في أول مباراة ضد مالي كسبنا 1-0 ولم يكن الأداء جيدا. مباراة تانية مباراة غانا كان فيها عدد أكبر شوية من الجمهور من المباراة الأولى، ولكن الأداء كان ولا أروع ولا أحلى من كده الحقيقة، وقدر منتخبنا يفوز على منتخب غانا بثلاثية مقابل هدفين. وبالتالي عدد الجمهور زاد في مباراة الكاميرون اللي هي ما كانتش تهم منتخبنا في أي شيء، لأنه كان صعد رسميا إلى الدور قبل النهائي في هذه البطولة، ولكن الناس جت وملت الاستاد في الدور قبل النهائي. الناس جت وملت الاستاد في المباراة النهائية قدام ساحل العاج، الناس برضو جت وملت الاستاد. وبالتالي ثقة الناس في أو ثقة الجمهور المصري في منتخبنا الأولمبي زادت بشدة. ولكن على الرغم من احنا يجب أن نهنئ المنتخب الأولمبي على الشكل اللي هو بيؤدي به في الخمس مباريات، ولكن لا يجب أن يكون هناك مقارنات ما بين المنتخب الأولمبي والمنتخب الأول. على فكرة ده اسمه منتخب مصر وده اسمه منتخب مصر، ده اسمه منتخب مصر الأول وده اسمه منتخب مصر الأولمبي. يعني ممكن المنتخب الأولمبي ده كله يطلع يلعب في المنتخب الأول مثلا، يعني هيبقى اسمه منتخب مصر الأول مش هيبقى اسمه منتخب مصر الأولمبي. فالمقارنات والتريقة اللي بتحصل على المنتخب الأول من وجهة نظري هي هي أشياء غير صحيحة، وجهة نظر معرفش يعني اللي ممكن يتقبلها أوكي، اللي ما يتقبلهاش يعني ممكن جدا يناقشني في هذا الموضوع. الاثنين اسمهم منتخب مصر، الاثنين يجب أن تكون هناك مساندة كاملة للمنتخب الأول زيها زي اللي موجودة في المنتخب الأولمبي. المنتخب الأولمبي هو اللي عمل حالة من المساندة خلال الفترة اللي فاتت، ولكن المنتخب المصري الأول اسمه منتخب مصر اللي هو مجموعة اللاعبين اللي حضراتكم شفتوهم، الشناوي وحجازي ومحمود علاء والجانب الشمال اللي موجود فيه والجانب اليمين اللي موجود فيه وبقية اللاعبين أيمن أشرف وأحمد فتحي ومحمد هاني وبقية اللاعبين اللي متواجدين في وسط الملعب، هما دول اسمهم منتخب مصر بالمناسبة. فالفترة اللي فاتت الناس كانت مشغولة بالمنتخب الأولمبي. بعد المنتخب الأولمبي الحقيقة أو بعد انتهاء مباريات المنتخب الأولمبي وجدت ان الناس كلها رايحه في اتجاه التريقه على المنتخب الاول، تريقه على المدير الفني للمنتخب الاول كابتن حسام البدري، على بقيه الجهاز الفني اللي موجود، يقول لك ده منتخب مش هيعمل حاجه. انا بقول لحضراتكم حاجه وهنتقابل ان شاء الله ربنا يدينا ويديكم الصحه والعمر، منتخب مصر سيصعد، منتخب مصر الاول سيصعد او اول عن هذه المجموعه. وجهه نظر حاجه بسيطه جدا، لسه المباراة القادمة في شهر 9 اللي جاي، الدنيا هتقوم وتقعد لغاية شهر 9 اللي جاي، محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. لكن انا بقول وجهة نظري ان منتخب مصر سيصعد اول عن هذه المجموعة، منتخب مصر الاول، منتخب مصر الكبير يعني هيصعد اول عن هذه المجموعة. انا وجهة نظري كده، وجهة نظري ان احنا عندنا مجموعة جيدة جدا من اللاعبين، عندنا مدير فني ومجموعة وجهاز فني محترم، الاثنين يقدروا يولفوا على بعض خلال الفترة اللي جاية. كابتن حسام هيعمل جولات اكتر، هيعمل هيبقى بقاله فتره طويله هيقعد، هيبتدي معسكراته بدري، هيشوف الدنيا ماشيه ازاي افضل خلال الفتره اللي جايه. وبالتالي لا، عندنا مجموعه لاعبين كويسين، عندنا تريزيجيه، عندنا كهربا، عندنا محمد صلاح، عندنا احمد حجازي، عندنا محمد الشناوي، عندنا مجموعه كبيره جدا. فالحقيقه يعني التريقه على المنتخب الاول وجهه نظري ان هي لا تصح، ولكن في وسط كل ما يحدث
المنتخب الأولمبي يستحق كل التحية، يستحق كل التقدير. زي ما قلت لحضراتكم من هنا من داخل قناة النادي الأهلي، كنا واقفين مع حضراتكم وقرر المسؤولين في قناة النادي الأهلي أن يكون هناك دائما استوديو قبل وبعد المباراة، على الرغم من إحنا ما كانش عندنا حقوق، والحمد لله الاستوديو ده زي ما حضراتكم شفتوا كان عامل حالة من الجدل وحالة من الكلام، وجهات النظر المختلفة. ولكن في ظل كل هذه الظروف وفي كل مباريات المنتخب الأولمبي، الكل أجمع على شيء واحد: الأداء المبهر لعمار حمدي. عمار حمدي واحد من أهم وأفضل اللاعبين اللي كانوا متواجدين في المنتخب الأولمبي. يمكن حضراتكم أنا قلت الكلام ده في الحلقة اللي فاتت، قلت لكم أنا شخصيا أبهرني جدا أداء عمار حمدي، مش لأنه يعني عمار عنده كمان أحسن من كده، ولكن في الجزء الهجومي اللي أبهرني في عمار الجزء الدفاعي والروح الكبيرة جدا جدا اللي عند هذا اللاعب الكبير الحقيقة، لأنه عمل دور من الأدوار الصعبة جدا 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 في عالم كرة القدم، اللي هو ربط خط الوسط بخط الهجوم، وفي نفس الوقت أن أنا بدافع بمنتهى الاستماتة، بموت نفسي على الكورة. ده في كرة بس للأسف احنا ملناش الحقوق ان احنا نعرضها، في كرة وقعت على الأرض بيرقص حد، فحد خبط فيه فوقع على الأرض فعايز ياخدها بدماغه واللعيب بيشوط. لا، في حاجات كده بتلفت نظر الواحد، بتخلينا نعرف قد ايه ان اللاعب ده عايز يعمل حاجة في حياته خلال الفترة اللي جاية. وبالتالي انا شخصيا كنت مبهر يعني سعيد جدا بأداء هذا اللاعب، لأنه فاجئني الحقيقه، حتى خاصه من الناحيه الدفاعيه. انا متاكد ان هو من الناحيه الهجوميه واحد من افضل اللاعبين اللي موجودين وهيبقى خلال الفتره اللي جايه، ولكن من الناحيه الدفاعيه انا بالنسبه لي كان اداء مبهر جدا، واداء انا شايفه من افضل اللاعبين اللي موجودين في الدوره. ازيك يا عمار؟ الحمد لله يا كابتن اسلام، ربنا يبارك ايه، كله تمام؟ جدا على الكلام اللي حضرتك قلته ده. لا دي حقيقه، الحقيقه عمار والله، لانه كل لاعبي المنتخب الحقيقه يستحقوا الثناء ويستحقوا الشكر، ولكن انا ما اعرفش ان انت جامد قوي في الدفاع كده، يعني لو كده كنت يعني ما اعرفش، فجاه لقيت حد بيدافع بكل حته في جسمه من اول شعر راسك اللي هو كان اللي انت كنت عامل له تسريحه كده حلوه جدا لغايه صوابع رجلك، يعني كنت بتدافع بكل حته. ربنا يخليك يا استاذ اسلام، والله مش عارف اقول لحضرتك على حضرتك بتقوله ده عليا، ربنا يخليك، ودي شهاده اعتز بيها يعني، انا بشكر حضرتك جدا يعني. ربنا يخليك يا عمار، بس جبت منين الحاجات دي يا عمار؟ يعني كنا بنشوفك في الاتحاد السكندري كنت بتنزل دايما في الناحيه الهجوميه، واحنا عارفين ان انت عندك في الناحيه الهجوميه كتير، لكن الناحيه الدفاعيه دي والاستماته دي كانت حاجه بالنسبه لي مفاجاه كبيره جدا. انا دي اتعلمتها والله يا كابتن، والله العظيم بجد اتعلمتها اول ما جيت النادي الاهلي. اتعلمتها لما جيت النادي؟ دي اول اتعلمتها اول ما جيت النادي، لان انا كنت اول ما جيت كنت بنزل التمرين وكده، طبعا مع في الفريق الاول كنت بنزل التمرين كده، فكنت بلاقي التمرين، انا اللي اعرفه في الدوري الثانيه في التمرين يبقى التمرين عادي، اللي هو عادي مش بيبقى جامد قوي الثانيه وكده، فانا رحت النادي الاهلي استغربت، يعني بشوف التمرين اكبر من اللي في الماتش، يعني في التمرين بلاقي اللعيبه بتموت في نفسها وكله بيموت في نفسه، فاستغربت هو ايه ده؟ فالحقيقه كابتن سعد خبير واكرم توفيق جم اتكلموا معايا، قالوا لي انت لو ما اتدربتش كويس وما هتدوس وكده، ما تاذيش ضميرك وكده، بس دوس وموت نفسك. غير كده انا نفسك موجود في النادي الاهلي. ايوه. فمن ساعتها وانا حد في وداني، يعني دي وانا على طول بعمل الحاجه دي. بتمرن وبعمل اللي عليا وبسيب بقى على ربنا. ففي اي حته بروح حتى في الاتحاد كده برضه. رحت الاتحاد برضه في التمرين كنت باخد التمرين زيه زي الماتش. ايوه. لا يعني انا بقول لك انا شخصيا اتفاجئت بهذا المستوى الدفاعي الحقيقه المذهل، انا من وجهه نظري، خصوصا انت بتلاعب لعيبه كمان اجسام بسم الله ما شاء الله حاجه كبيره جدا وحاجه عريضه جدا وحاجه اسرع منك جدا، وفي نفس الوقت انت لا بتعديهم في السرعه، بتواجههم في المواجهات الفرديه، يعني انا كنت مبسوط جدا بالاداء الدفاعي يا عمار الحقيقه، فعشان كده بقول لك يعني انا مفاجأة كبيرة بالنسبة لي هذا الأداء، أعتقد إن الكابتن شوقي غريب كان له دور في هذا الموضوع برضو يا عمار. وكابتن شوقي برضو كان له دور، وأنا برضو لما كنت في النادي الأول أول ما جيت فقعدت 3 شهور برضو، كنت حضرتك ما تنساش إن أنا كنت قعدت 3 شهور في النادي الأهلي ما بنزلش الملعب، كنت 3 شهور بتمرنهم بس مع يعني أعتبر ما بنزلش الملعب. أيوه. كابتن عصام عبدان بياخدني أجري حوالين الملعب وأخش الجيم. ما بعملش حاجه ثانيه، ما كنتش بلمس كوره، فالفتره دي برضو فرقت معايا جدا برضو كابتن اسلام، مش عايز انسى برضو كابتن حسين عبد الدايم طبعا معايا جدا يعني في موضوع الجيم.
انا لما رحت النادي الاهلي زدت 5 كيلو في موضوع الجيم ده. 5 كيلو ماسلز عضلات يعني؟ عضلات. لا زدت جامد، وانا حاسس يعني انا حاسس بنفسي في الملعب. انا ما بقتش اقع بسهوله، ومثلا اخش في اشتراكات لا يعني فرقت معايا جدا. خدتوا اجازه بقى اليومين دول؟ نعم. خدتوا اجازه بعد البطوله؟ انا خدت اجازه انا وصلاح، خدت اجازه اتكلمت مع كابتن سيد، وكابتن سيد دخل مستر سيرز وقال له ان احنا ناخد اجازه وكده، فقال له خلاص ادوهم اجازه 3 ايام. فاخدنا امبارح النهارده وعندنا تمرين ان شاء الله يوم الاربعاء. هتقضيها فين بقى الاجازه دي؟ والله يا كابتن، ما هو انا قاعد اهو في البيت والله، البيت بس اقعد تحت كده مع اصحابي في المطريه. المفروض ان انا بكره اطلع مع كابتن شوبير. بكره؟ طالع مع كابتن شوبير ان شاء الله. ربنا يكرمك وتبقى حلقه جميله، وانا متاكد ان هي هتبقى حلقه جميله. قول لي بقى، نرجع لاجواء المباريات اللي مع منتخبنا الاولمبي. يعني الحقيقه عمار، هل توقعت انت كعمار حمدي ان يكون الجمهور ده كله يجي لمؤازره منتخبنا الاولمبي، خصوصا بعد مباراه غانا؟ اعتقد كانت الفارقه في هذا الموضوع. هو كابتن اسلام، هو كابتن مشاوي الصراحه قال حاجه وطلع صراحه كلامه صح، كل حاجه كان بيقولها كان كلامه صح. علينا انتوا هتلعبوا ماتش بماتش، انتوا اللي هتجيبوا الجماهير. اول ماتش الافتتاح ده في جماهير هتيجي وكده، بس الماتش ده اللي هيبان الجماهير هتيجي ولا لا. فمن ساعه ماتش غانا والجماهير بدات تجي لنا صح. يعني احنا كان في ماتش غانا جانا بتهيألي بتاع 40، ماتش جنوب افريقيا بتهيألي جانا بتهيألي بتاع 70. النهائي الملعب كان مقفول خالص. فكابتن شوقي كان صادق في الحته دي الصراحه، قال لنا ان انتوا اللي هتجيبوا الملعب، انتوا اللي هتجيبوا الجماهير للمباريات صح. والجماهير بدات تيجي، يعني انا استغربت ان انا الاقي جماهير بالشكل ده، والجماهير كان لهم عامل كبير يعني ان احنا يعني ان احنا ناخد البطوله دي. واحسن حاجه كابتن اسلام اللي هنا عندنا في المنتخب هنا، اللعيبه كلها بتحب بعض، وده اللي كان بيميزنا في الملعب. كان واضح جدا، كان واضح جدا الاداء ده. واعتقد ان رمضان صبحي كقائد للفريق كان له دور. اتكلمت مش اديله حقه يعني، هو كان ليه يعني كان له دور كبير قوي جوه الملعب وبره الملعب الصراحه يعني. فانا يعني لو انا بتكلم مش هديله حقه، هو الصراحه كان من اهم اللعيبه اللي عندنا في المنتخب، وهو يستحق ان هو يكون احسن لعيب في البطوله، وعمل يعني عمل شهور كبير يعني الصراحه، ظهر بشكل كويس قوي. وهو الصراحه بيكعب، هو الصراحه يعني كويس بره الملعب قبل ما يكون جوه الملعب عادي، وبيعرض مع اللعيبه وبيتكلم هنا لا بجد حسيت بجد ان هو قائد، لا قائد يستحق. عمار، هو كان رمضان كان صاحب فكره الاقنعه اللي انتوا لبستوها في المباراه النهائيه؟ لا 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 يا كابتن، هو كابتن اسلام اللي كان صاحب الفكره دي كان طاهر، وطاهر اقترح علينا الفكره دي فقمنا عملناها بقى. يعني ايه اللي جه في دماغ طاهر؟ يعني انا مش عارف اوصل لطاهر، لكن ايه اللي جه في دماغ طاهر علشان يعمل هذا الموضوع؟ هو بيقول لك يا كابتن اسلام في مسلسل تركي، ما اعرفش اسمه ايه كده، مسلسل تركي اسباني، مسلسل اسباني اسباني مثالي، وما اعرفش تركي فما اعرفش اسمه ايه كده. فاحنا خلاص قلنا ماشي، ده انا عرفت يعني احنا اتفقنا. اتفقتوا ازاي بقى؟ ايوه، ما انا عايز اسال. انا معلش يا عمار، نقطه كده، يعني طاهر جه اقترح عليكم الاقتراح ده فانتوا وافقتوا، فمين اللي جاب لكم الاقنعه واتفقتوا ازاي؟ وكانت في الاوتوبيس طاهر اللي جاب الاقنعه برضه؟ طاهر هو اللي جاب لها الاقنعه وكده، وقعدنا نعمل كده واتفقنا كلنا، قلنا خلاص ماشي نعمل. فطاهر نزل وتابعه وعمال يغني، واحنا كلنا عمالين حتى احنا بنغني. كابتن شوقي يتكلم معانا، قال لها ما ينفعش الناس الجماهير هتقول ايه، الناس دلوقتي هتتكلم هتقول انتوا مش مركزين وما اعرفش ايه. قلنا له يا كابتن لا ما فيش الكلام ده، احنا ان شاء الله هنرد عليهم في الملعب وهنوريهم ان احنا مركزين وكده. يعني انتوا استاذنتوا، حاولتوا تستاذنوا من الكابتن شوقي الاول فكان عنده شويه اعتراض وبعد كده خلاص؟ لا، هو كابتن اسلام، كابتن شوقي كان مستغرب. كابتن شوقي ما كانش، هو بيقول مين دول اللي ماشيين دول؟ فانا كلنا كنا مستغربين عمالين نقول ايه ده. هو بيقول ايه ده، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ عشان احنا داخلين ومشغلين اغاني وعاملين وبنسقف وكده، حتى الناس كلها ما صدقتش، الناس قالت نفس ده مش مركزين ولا في ناس بتقول تبص كده. وحضرتك عارف بقى الناس هتقول كده لو كان لا قدر الله حصل مثلا. انا لسه كنت هسالك يا عمار بقى، انتوا يعني ما حطيتوش في دماغكم انه لو لا قدر الله لا قدر الله كان حصل حاجه كنتوا هتتبهدلوا، كنتوا هتتقطعوا؟ ما هو كابتن شوقي قال لنا كده بقى، كابتن شوقي دخل عملنا في الفيديو اللي زعلنا وكده، قال لنا انتوا بتعملوا ايه ده؟ فرصه على رسولي، طب افرض دلوقتي حصل لا قدر الله نتيجه اللي احنا متوقعينها، الناس هتقول ايه وكده؟
اه خدت شوقي ده حته اه في الاول وكده، لكن لما دخلنا الاوضه بقى ورانا الوش الثاني. وراكوا الوش الثاني. اه كابتن شوقي عموما ليه وشين، انا عارف دايما جوه الملعب بوش وبره الملعب بوش ثاني. جدا يا كابتن اسلام والله العظيم. يعني قبل ما يكون مدرب بيكون اب لينا وبيعاملنا، اللي احنا اي حاجه بنطلبها بنقولها له بيعملها لنا. يعني احنا مثلا بنقول له احنا تعبنا من الاكل اللي في الفندق، قام جاي واخدنا في مطعم في التجمع كنا كباب وكفته وحمام. لا الصراحه ما بيتاخرش عندنا في حاجه، وده اللي كان بيميزنا كابتن اسلام في الملعب، اللي كلنا بنحب بعض كجهاز وكلعيبه. ويا كابتن اسلام دي مش موجوده في اي حته، يعني مثلا كابتن اسلام اللي ما بيلعبش تلاقيه رايح للي بيلعب يديله شنكار، يديله لزق، شد حيلك، دي ما بتلاقيهاش في اي حته يا كابتن. يعني ممكن دي تلاقيها مثلا في اي نادي ثاني، مثلا واحد ما بيلعبش واللي بيلعب في بطاره في الملعب تلاقيه زعلان وقالب وشه، لا يا عفو يا رب يتصاب، انت فاهم بقى الكلام ده يا كابتن اسلام. اه طبعا المنتخب يا كابتن اسلام ما كانش موجود الحاجات دي خالص، ما كانش في اهلي وزمالك يعني، يكون تلاقي الملعب تلاقي الدكه كلها عامل كده وكله بيفرح، فده اللي كان بيميزنا في الملعب. ما كانش في اهلي وزمالك اقصد يعني، مصطفى محمد، محمد صبحي طبعا، نجوم نادي الزمالك، عمار ورمضان صبحي. اه كابتن أيوة. كلنا يا كابتن عدتنا وصراحه عادتنا كلها مع مثلا مع مصطفى محمد، مع اسمه ده امام عاشور ومحمد صبحي وناصر منسي وعبد الرحمن مجدي. لا ما فيش حاجه هناك في المنتخب حاجه اسمها اهلي وزمالك، كلنا بنقعد مع بعض، وكل بعد كل ماتش قبل كل ماتش بيوم لازم نتكلم. وكابتن شوقي كان على طول كل يوم بيعمل لنا محاضره، بنشوف الفرق وبنتكلم. لا والدنيا كانت بتبقى وطني خالص يعني، يعني مش الكابتن شوقي ما كانش بيشدنا قوي يعني، مش بيحملنا اللي هو يعني فوق ساقطنا وكده، عشان هو عارف اللي بيسيب جمهور وكده. ودور محمد شوقي بصراحه كان بيتعامل معانا بشكل كويس قوي. دور محمد شوقي معاك انت تحديدا في المكان ده، لان هو كان مكانه يعني طبعا اقرب لاكرم توفيق اكتر، ولكن محمد شوقي واحد من نجوم الجيل السابق في هذا المكان، كان دايما بيتكلم معاك في ايه؟ هو كابتن شوقي كان بيتكلم معاك في يعني، كابتن شوقي كان بيفضل يقول لي اللي هو كان بيفهم يعني اللي هو الشغل بتاع المركز ده، كان يقول لي دافع بس لما اكرم يروح هيك مثلا اكرم يضغط على الكوره لازم انا اكون من تحت كده جنبه، انا اروح اكرم من تحتها بس اكرم يروح وانا داخل معاه فكنت بقى انا بهدف دي، اكرم يروح اكون انا من وراه على طول، اخش على طول في وراه. فكابتن شوقي كان بيتكلم معايا يعني كتير، كابتن شوقي وكابتن محمد شوقي وكابتن شيتوس طبعا فكانوا بيتكلموا معايا كتير يعني. لا انت قلت شيتوس وضحكت، هو شيتوس يعني ايه دايما بيعمل حاله من المرح صح؟ لا لا ده كابتن شيتوس صح ولا ايه؟ لا ده مش طبيعي خالص. قول قول يا نجم قول. لا اصل شيتوس زميلي يعني اربع سنين او خمس سنين، فيعني انا عارف هو بيعمل ايه. خلاص بيني وبين حضرتك بقى كابتن، بيني وبين حضرتك. ماشي بيني وبينك وانا هطلع اقولها خلي بالك. لا مش هطلع اقول حاجه عمار. طيب اخيرا لما رجعت بقى، استقبال لاعبو النادي الاهلي ليك واستقبال لريني فايلر وجهازه الفني لنجوم منتخبنا الاولمبي بعد الفوز بهذه البطوله الغاليه جدا يعني. لا هو طبعا انا كابتن يعني طبعا العيش الاهلي طبعا تحس ان بجد دوت يعني اتقال عليهم لا بجد لعيبه كبار. اصلا من قبل ما اروح التمرين هم كلموني، يعني هم كلموني وبعد كل ماتش مش عايز انسى حد، كابتن سعد سمير، كابتن محمد هاني، فبعد كل ماتش بيكلموني شدي حيلك خليك زي ما انت ماشي كده، كانوا هم بيكلموني من قبل ما اروح التمرين. على طول يعني بيتكلموا معاك كابتن؟ مين ومين اللي بيتكلموا معايا؟ بقول لك على طول كانوا بيتكلموا معاك. على طول على طول كابتن محمد هاني. كان على طول كابتن محمد هاني، كابتن سعد سمير، كانوا كلهم الصراحه بيتكلموا معايا يعني. وكابتن سعد سمير برضو بيتكلم معايا كتير يعني، هو كابتن سعد مش عايز انسى دوره، لا هو بيتكلم معايا كتير اكتر، ان انا شدي حيلي في التمرين وان الفرصه هتجيلي وان انا ما ازهقش وده النادي الاهلي مش زي اي نادي ولازم تصبر او الفرصه لما تجيلك لازم تمسك فيها. فكان الصراحه بيتكلم معايا كابتن سعد كتير يعني. ريني فايلر اتكلم معاك وقال لكم ايه؟ ولا ما شفتهوش؟ لا هو احنا رحنا، هو المقصود ان احنا اول ما رحنا عملوا لنا صورته بس. عملوا لنا صورته وهنونا يعني قالوا لنا الف مبروك، وكابتن سيد اتكلم، كابتن سيد اللي اتكلم معايا يعني الصراحه. قال لك مبروك كابتن سيد. اتكلم معايا اتكلم معايا في موضوع يعني الفرصه من عدمها وكده، فانا قلت له قال لي اتمرن انت لو عايز توصل لحاجه لازم تكمل على كده، ما ينفعش تقف عند الحد ده، لازم تكمل وتمرن كويس والفرصه هتجي لك ان شاء الله. قلت له حاضر يا كابتن، هتمرن وعامل عليها وان شاء الله الفرصه تيجي. يعني انت حضرتك عارف يا كابتن اسلام الفرصه بتيجي في النادي الاهلي صعبه يعني. صعبه بس انت قدها وقدود انا متاكد يعني. ان شاء
الله باذن الله. كل جمهور النادي الاهلي هيستناك خلال الفتره اللي جايه. لما بتشوف ريني فايلر بتتعاملوا ازاي؟ يعني ما مسيو ريني فايلر فبيتكلم فرنساوي، وانا عارف ان انت الفرنساوي بتاعك جامد جدا يعني. اه جامد جدا زي الفرنساوي بتاعي بالظبط. تتعاملوا معاه من خلال عمرو محب اعتقد، مش كده؟ اه هو كابتن عمرو هو اللي بيترجم لنا كل حاجه يعني. اه عند عمرو يعني هو ما بيجي يتكلم هو بيترجم لنا كل حاجه. لا هو الراجل الصراحه شايفه شخصيه كويسه وشخصيته قويه يعني، بس هو ده اللي بيميزه قوي يعني، هو شخصيه قويه. طيب معرفش، مش عايز تلعب باك رايت يا عمار؟ اصل انا انا شايفك كده، اصل انا شايفك جاي ايه، جاي على بركات شويه يعني. شويه نص ملعب ماشي، شويه باك لسه ما لعبتش باك رايت، شويه هاف رايت ماشي، شويه هاف ليفت ماشي. هو هم قالوا لي في الاول كابتن اسامه الشاطر، فبعد كده هم قالوا لي كان رمضان بيقول لي انت هتبقى زي كابتن اسامه الشاطر، بعد كده بقى كابتن اسامه بقى صلحها عليا قال لي بركات. اه بالظبط كده، انت شباب انت بتلعب انت لا بس خلي بالك انت بقيت بتدافع بشكل، لا بجد انا انا مبسوط جدا بموضوع الدفاع ده في ظل حاله الهجوم اللي عندك. يعني انت اساسا الناحيه الهجوميه عندك مش محتاج ان انا اتكلم فيها، ولكن الناحيه الدفاعيه الحقيقه تطور مذهل. لو فضلت كده انا متاكد ان هيكون لك دور كبير جدا جدا مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه ومع منتخب مصر الاول ان شاء الله يعني. يا رب يا كابتن اسلام يا رب والله، ادينا اهو بتمرن اهو وان شاء الله مستني الفرصه باذن الله، ونفسي تيجي يعني، نفسي ان انا اشارك في النادي الاهلي. ان شاء الله هتيجي وان شاء الله هتبقى حاجه جميله جدا. فاكر الكره اللي انا اتكلمت عنها دي اللي اعتقد كانت في ماتش جنوب افريقيا؟ في ماتش جنوب افريقيا. أيوة. دي يا كابتن اسلام الكره دي اللي انا نزلت بدماغي دي خدت احسن لاعب في الماتش ده مانو. ايوه في اللقاء ده. اه ماتش جنوب بتاع جنوب افريقيا جاي يشوط الكوره، فانا حطيت دماغي كده فهو عم لمسها. اه انا قمت واقع كده فالكوره قدامي فقمت سايبها بدماغي. كل دي روح النادي الاهلي اعتقد. طبعا انت بتلعب باسم مصر في الاخر لكن روح النادي الاهلي. اه طبعا انا من ساعه ما جيت النادي الاهلي وانا بقول لحضرتك هي بروح النادي الاهلي اتعلمت الحاجات من النادي الاهلي وكله كده يا كابتن. يعني انا في التمرين بستغرب اللعيبه يا كابتن اسلام بتقعد نفسها في التمرين اكتر من بتقعد نفسها في الماتش. اه لان ما حدش ضامن فرصه للنادي الاهلي، ما حدش ضامن نفسه اللي هو بيلعب ممكن الماتش اللي بعديه تلاقيه بره، فما حدش ضامن. اه لا اصل في ناس فاكره ان يعني اللعب في النادي الاهلي ده حاجه بسيطه يعني او سهل ان انت تلعب في النادي الاهلي. والله انا كنت فاكر كده برضه يا كابتن اسلام، ما اضحكش على حضرتك. اه بس لا يا كابتن اسلام اللعب في النادي الاهلي عايز حاجات كتيره جوه الملعب غير بره الملعب، يعني عايز حاجات، عايز التزام جامد وعايز في التمرين تكون مركز جدا، تحس ان انت يا كابتن اسلام داخل اختبارات. داخل اختبارات حتى في التمرين. التمرين لا لازم يا كابتن اسلام تكون مركز قوي في التمرين لازم. طب انت تشبيهك ببركات ده يعني انت مبسوط بهذا التشبيه ولا انت شايف؟ طبعا يا كابتن طبعا. آه. طبعا ده شرف ليا ان انا اكون زي كابتن بركات يعني. يا عم ده ما عندوش فكره يا عم، ما تخلينيش بقى اقعد اقول كلام. انا اقول انا اقول انت ما تقدرش تقول، خلي بالك. شرف ليا ان انا اكون زي كابتن بركات او لما كرزوتين برضه زي حضرتك كابتن اسلام الشاطر. رمضان اللي يقولها لي بقى كابتن اسلام. اه بيقول لي تبقى عامل زي كابتن اسلام الشاطر وكده، بعديها بقى جاي كابتن شوقي بقى طلعها عليا. كابتن شوقي غريب. خلاص بركات فطلعوها عليا بقى المواقع بقى نزلت عليها بركات بقى وكده. ربنا يكرمك يا عمار وسلم لنا على اهل المطريه كلهم وكل الناس اللي عندك، وبشكرك جدا يا عمار والف الف الف مبروك. ولو عايز توجه رساله نهائيه لجمهور النادي الاهلي من خلال ملعب الاهلي. انا الله يبارك في حضرتك يا كابتن، وانا بشكر حضرتك على الكلام اللي حضرتك قلته. ربنا يخليك. وانا طبعا يا كابتن بشكر جمال النادي الاهلي والجمهور اللي جه ورانا ده. يعني بشكر الجمهور اللي جه ورانا وانا بشكر جمال النادي الاهلي على دعمهم ليا، وانا ان شاء الله يا كابتن يعني باذن الله الفتره الجايه اكون عند حسن ظنهم باذن الله يعني، واعمل حاجه مع النادي الاهلي وان شاء الله ناخد كده بطوله الافريقيا اللي هي غايبه عننا بقى لنا سنين يعني ان شاء الله. يا رب افرح واتبسط اليومين دول عشان بعد كده شغل حتى الموت، لان المباريات القادمه انا عارف يا كابتن مباريات ورا بعض وكلها صعبه، والناس او جمهور النادي الاهلي مستنيك ومستني كل لعيبه النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه يا عمار. ان شاء الله باذن الله يا كابتن. انا بشكرك والف الف مبروك يا عمار. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا عمار حمدي، واحد من نجوم منتخبنا الوطني الحقيقة. كان نفسي ان هو يكون معايا على الهوا، من الناس اللي كان نفسي ان هم يكون معايا على الهوا عمار حمدي، لانه فعلا انا مذهول من اداؤه الدفاعي في بجد الكلام ده، مش اللي يشوف عمار حمدي قبل كده ما يشوفوش في بطولة افريقيا الحقيقة. يعني واضح جدا ان ريني فايلر مأثر على كل اللاعبين بشكل ايجابي
واضح جدا 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 الحقيقه على كل اللاعبين اللي في النادي الاهلي، سواء رمضان صبحي حضراتكم شفتوا عمار حمدي بيقول ايه، بيقول ان تمرين النادي الاهلي زيه زي كانك بتلعب ماتش في فرقه ثانيه بره النادي الاهلي. فهو ده النادي الاهلي وهي دي قيمه النادي الاهلي. الولد او الكابتن عمار كان بيحط دماغه في النجيله علشان ياخد الكره من مدافع جنوب افريقيا، حاجه كانت جميله جدا. اللقطات دي بتبقى لقطات مش باينه قوي للناس، ولكن لعيبه الكره بتاخد بالها من الحاجات دي، قد ايه ان الولد عايز يموت نفسه عشان بلده، اسم بلده في النهايه، بلدك انت بتحمل اسم مصر، اسم بلد كبير جدا وعظيم جدا في القاره الافريقيه وفي العالم كله. وبالتالي سعيد جدا جدا باداء كل اللاعبين، كل اللاعبين من اول محمد صبحي النجم القادم ان شاء الله لحراسه مرمى مصر خلال الفترات القادمه، ايضا مصطفى محمد، انا هتكلم لعيبه الزمالك الاول قبل لعيبه النادي الاهلي، امام عاشور، كلهم الحقيقه لعيبه كويسين جدا ولعيبه محترمه جدا وعاملين اداء رائع رائع رائع. ولكن لما تيجي تتكلم بقى على رمضان صبحي، لما تيجي تتكلم على عمار حمدي، لما تيجي تتكلم على صلاح محسن، هتلاقي رمضان صبحي زي ما حضراتكم عمار بيتكلم عنه ازاي، ومش عمار بس، عمار ومصطفى محمد ومحمد صبحي وامام عاشور كلهم بيتكلموا عنه. انا شفتهم امبارح في فيديو وهم بيتكلموا عن رمضان صبحي بمنتهى الود والحب. سمعته عمار حمدي وهو بيتكلم بيقول لك انا ما بقعدش غير مع محمد صبحي ومصطفى محمد. هو ده، هو هي دي الروح اللي عايزينها تسود خلال الفتره اللي جايه، هو ده اللي احنا بنسعى دايما من خلال قناه النادي الاهلي. انا ماليش دعوه باي حاجه تانية، بتكلم على قناه النادي الاهلي. قناه النادي الاهلي دائما ما تسعى الى عدم وجود عصبيه في التشجيع. اتعصب على فرقتك براحتك، فرقتك واللي هي الحاجات البسيطه اللي بتحصل دي حاجات طبيعيه جدا. ملعب كره القدم لتشجيع كره القدم فقط، ملناش دعوه باي حاجه تانية. هل بعد ما شفنا 80,000 متفرج متواجد في استاد القاهره ازاي هنسمح لنفسنا خلال الفتره اللي جايه؟ احنا، انا بتكلم على الجمهور، انا بتكلم على الجمهور، ازاي انت كجمهور هتسمح لنفسك ان انت تعمل حاجه غلط تاني علشان تبعد عن الملعب تاني او تبعد عن المدرجات تاني؟ وانا عارف ان انا لما باجي اتكلم كده في ناس بتزعل مني، بس انا بحاول ان انا نفسي اشوف الملعب مباريات الاهلي القادمه 70,000-80,000 متفرج في استاد القاهره او في استاد السلام. هو ده اللي احنا عايزينه خلال الفتره اللي جايه. عندنا طاقة إيجابية كبيرة جدا خرجنا بيها بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، عايزين نكملها بقى من ناحية اللاعبين. نشوف بكرة ماتش حلو إن شاء الله مع النادي الأهلي، هنتكلم الساعة ونص اللي جاية عن مباراة النادي الأهلي والجونة. فأتمنى إن احنا نشوف ده خلال الفترة القادمة، لأنه الجمهور المصري هو سر فوز مصر دائما بأي شيء، بأي شيء الجمهور المصري. النادي الاهلي سر فوز النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين الاغلبيه هي جمهور النادي، والله انا لو ولا مش قصدي يعني اسقاط على حد ولا حاجه، لا انا بتكلم عن النادي الاهلي، ان اغلبيه جمهور مصر هو من النادي الاهلي. حقيقه واضحه جدا للجميع. وهو ده اللي احنا عايزينه، وهو ده اللي احنا عايزينه يرجع المدرجات مره ثانيه خلال الفترات القادمة. الأهلي يمثل الممول الرئيسي للمنتخبات الوطنية، ده أول تقرير عندنا، وبعد هذا التقرير هنرجع بقى نتكلم شوية عن بقية الأمور التي تخص النادي الأهلي ومباراة غدا إن شاء الله النادي الأهلي والجونة بعد هذا التقرير. حصد المنتخب الأولمبي المصري لقب بطولة دوري أمم إفريقيا تحت 23 عام التي نظمتها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 من نوفمبر الجاري، وذلك بعد التغلب على فريق كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف خلال المباراة النهائية للبطولة. ويعد التفوق المصري وحصول المنتخب الأولمبي على اللقب بجانب أيضا حجز بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 يأتي استمرارا للدور الكبير الذي يقدمه الأهلي دعما لتلكم المنتخبات على مر العصور، لا سيما في الألفية الجديدة. شهد المنتخب الأولمبي الحالي المتواجد ببطولة إفريقيا
تألق العديد من لاعبي الأهلي على رأسهم رمضان صبحي الذي حصد جائزة أفضل لاعب في البطولة بجانب عمار حمدي الذي شارك أساسي ومعه البديلان أحمد ياسر ريان وصلاح محسن بجانب أكرم توفيق المعار من الأهلي إلى الجونة. وفي عام 2001 قدم منتخب الشباب الذي كان يقوده وقتها شوقي غريب إنجازا جديدا للكرة المصرية حيث توج ببرونزية كأس العالم للشباب في الأرجنتين، وكان من ضمن هذا الجيل الذهبي للفراعنة الثنائي الأهلاوي حسام غالي ووائل رياض شيتوس كان لهما دور أساسي مع الفراعنة. وفي عام 2003 توج منتخب الشباب تحت قيادة المعلم حسن شحاتة بكأس إفريقيا في بوركينا فاسو وتأهل إلى كأس العالم بالإمارات وقدم مستوى رائع. وفي هذا الجيل كان هناك ثنائي أهلاوي بارز للغاية هما الحارس شريف إكرامي الذي حمى عرين الفراعنة بشكل رائع في البطولتين، والمهاجم عماد متعب الذي حصل على هداف كأس إفريقيا وسجل هدفا تاريخيا أمام إنجلترا في المونديال. وجاء عام 2013 ليكون الفراعنة الصغار على موعد مع منصات تتويج بلقب كأس إفريقيا في الجزائر تحت قيادة ربيع ياسين بعد التغلب على محارب الصحراء وسط أرضهم. وكان من أسباب هذا التتويج رامي ربيعة مدافع الأحمر وقائد المنتخب وقتها الذي قدم بطولة أكثر من رائعة بالإضافة إلى محمود حسن تريزيجي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، بنعود مره تانية للدوري العام المصري. الدوري العام المصري البطوله المحببه لجمهور النادي الاهلي ولجهاز الفني للنادي الاهلي وللاعبي النادي الاهلي. قبل بس ما اتكلم عن مباراه الاهلي والجونه واقول لحضراتكم قائمه فريق النادي الاهلي، فاكرين حضراتكم لما كان النادي الاهلي بيعمل اعاره لبعض اللاعبين كان هناك هجوم شديد على النادي الأهلي في ذلك الوقت؟ فاكرين حضراتكم لما كنا بنقول الكلام ده من حوالي نص السنة اللي فاتت، قلت لحضراتكم ان الاعارات دي النادي الأهلي المجموعة لجنة التخطيط اللي موجودة، وطبعا كان قبل وجود الكابتن محسن كان دكتور طه اسماعيل والاثنين قامات كبيرة جدا جدا في عالم التخطيط، التخطيط لكرة القدم يعني، ومعاهم او المشرف على كرة القدم في النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب، دول نجوم كبيرة جدا. عارفة هي بتعمل ايه؟ عارفة ان هي لما هتطلع عمار حمدي للاتحاد هيرجع بالمستوى ده، عارفة ان هي لما هتودي اكرم توفيق للجونة هيرجع بالمستوى ده او هيظهر بهذا المستوى، عارفة ان اما هتودي احمد ياسر ريان هيظهر بهذا المستوى، عارفة ان هي لما تودي الجزار، الجزار لما ينزل في المباريات النهائية محدش خد باله، لكن الجزار لما ينزل في الربع ساعة الأخيرة ولا النص ساعة الأخيرة في كل مباراة نهائية أو قبل نهائية بيبقى له دور وثقة كبيرة جدا من المدير الفني شوقي غريب في هذا اللاعب. هو النادي الأهلي مش بيعمل أي حاجة وخلاص، النادي الأهلي مش بيعمل إعارة وخلاص. قبل كده كان ناصر ماهر وجي لعب سنه في النادي الاهلي وبعد كده طلع اعاره تاني لنادي سموحه، ان شاء الله ربنا يكرمه في كتفه ويرجع بالسلام. فالناس لما بتيجي تعمل حاجه او المجموعه اللي بتشتغل على كره القدم في النادي الاهلي مش ناس كده ايه يا عم خلينا نخلص من عمار وخلينا نخلص من اكرم توفيق وخلينا، لا 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 خالص. الناس دي بتفكر علشان تدي فرص، وزي ما انتوا سمعتوا زي ما حضراتكم سمعتوا عمار حمدي بيقول لك ايه، بيقول لك التمرين في النادي الاهلي اقوى من مباريات تانية، التمرين في النادي الاهلي اقوى من مباريات اخرى، ف لازم تؤدي بشكل جيد. فانت بتعتبر النادي اللي انت رايح له ده بتموت نفسك فيه حتى في مبارياتك ضد النادي الاهلي، حتى في مبارياتك ضد النادي الاهلي، لان هو ده النادي الاهلي، هو ده اللي بتتعلمه داخل النادي الاهلي، ان انت دايما بتموت نفسك في الفريق اللي انت بتلعب فيه حتى لو ماشي عارة من النادي الاهلي، حتى لو ماشي عارة وهترجع النادي الاهلي تاني. احنا اتعلمنا كده، معلش يا جماعة اتعلموا، الناس اللي اتربت داخل النادي الاهلي اتعلمت هذا الكلام، ودائما ما بتصدق مع نفسها ومع جمهورها من خلال اللي اتعلمته في النادي الاهلي.
فالاعراض ما بتتعملش زي ما انا بقول لك كده ايه، قاعدين مع بعض لجنه التخطيط والكابتن خطيب، كابتن خطيب يقول لهم والنبي مشوا فلان، حاضر مشي ما عندناش الكلام ده. انت او بتطلع اعاره لغرض ان انت تشوف اللاعبين دول كويس، عندك لجنه بتتابع وبتشوف علشان لو الكويس اتفضل ارجع وخد مكانك زي ما حصل مع ناصر ماهر. طبعا ده كله بعد ايه؟ كل اللي انا بقوله لحضراتكم ده بعد ايه؟ رؤيه الجهاز الفني. انا على اعتبار ان الناس كلها عارفه طريقه النادي الاهلي والطريقه المؤسسيه اللي بيمشي بيها النادي اللي بتمشي داخل النادي الاهلي، ان في الاول وفي الاخر لو الجهاز الفني قال لك انا مش عايز اسلام، خلاص مش عايز اسلام. هو الجهاز الفني اللي مسؤول على فكره. لو الجهاز الفني قال انا عايز فلان من بره النادي، هنحاول نجيب له فلان من بره النادي. هو ده النادي الاهلي، هي دي مؤسسه النادي الاهلي. ف هجوم شديد جدا جدا عشان شويه عشان اعارات عملها النادي الاهلي، وهتشوفوا حضراتكم ان النادي الاهلي هيبقى اكبر المستفيدين، لا تاني اكبر المستفيدين، لان اول اكبر المستفيدين هي اسم بلدك مصر. هي اكبر المستفيد، اكبر المستفيدين من هذه الاعاره. حضراتكم شفتوا اكرم توفيق، حضراتكم شفتوا عمار حمدي، حضراتكم شفتوا الجزار، حضراتكم شفتوا ناصر ماهر، حضراتكم شفتوا بقيه اللاعبين اللي موجودين. هو ده التفكير، بلدك النادي بتاعك، وبالتالي مش عايز حاجه تانية. ف للناس بس اللي كانت بتهاجم اصبروا، ما عنديش مشكله على فكره، او تنتقد يعني ما عنديش مشكله ان انت تنتقد، ولكن اصبر شويه وشوف نتائج هذه الاعارات ايه. بس ادي اللي انا بقوله في هذا الموضوع، لانه موضوع مهم جدا جدا جدا. والمره معلش اعذروني يا جماعه ان انا بكرر هذا الكلام، ولكن هو كلام مهم جدا. عشان كده انا دايما باجي اقول لحضراتكم ايه يا جماعه، هم ثلاث منصات فقط اللي ممكن حضراتكم تاخدوا فيهم اي معلومات تخص النادي الاهلي: قناه النادي الاهلي، مجله النادي الاهلي، الموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي هو اللي طالع من خلال المركز الاعلامي للنادي الاهلي. هم دول الثلاث منصات اللي حضرتك تقدر تاخد منهم معلومه رسميه موثقه من النادي الاهلي. لكن اللي حصل الفترة اللي فاتت وترويج الإشاعات الكبيرة جدا خلال الفترة اللي فاتت، وخدوا بال حضراتكم، وأنا دايما بقول وجمهور كل جمهور ومشاهدي ملعب الأهلي عارفين الكلام ده كويس، أنا لما بيبقى في حاجة حتى لو هلمح عنها بطلع أقولها، ومحدش بيقول لي أنت ما تقولش أو قول. أنا بمشي في سياسة النادي، ولكن أنا بلمح، أنا بقول. ف قناة النادي الأهلي، مجلة النادي الأهلي، الموقع الرسمي للنادي الأهلي، هم دول الثلاث منصات اللي حضرتك تاخد منهم المعلومة بشكل رسمي. لو جاي عرض لفلان هنقول إن جاي عرض لفلان، لو مش جاي عرض هنقول إن مش جاي عرض برضه. وعلى فكرة ما هو فلان ده ممكن يطلع يكذبنا لو إحنا بنقول حاجة غلط. فكل المعلومات بنجيبها لحضراتكم، أو بنحاول نجيبها لحضراتكم من خلال قناة النادي الأهلي، ومن خلال بقى برنامج ملعب الأهلي، علشان تبقى معلومات دقيقة جدا. فمن فضل حضراتكم ما تنظروش للي بيحصل بره المنصات دي، اسمعوا اقروا وما فيش مشكلة طبعا، لأن كل الناس بتجتهد، كل واحد في مجاله، اللي في الإعلام واللي في الصحافة واللي في الراديو واللي في التلفزيون، اللي هنا واللي هنا، ما عنديش مشكلة، كل واحد عايز يجتهد يجتهد. بس صدقني المعلومة الرسمية والرئيسية هتاخدها من الثلاث حتت دول. الموقع، افتح الموقع الرسمي ما لقيتش المعلومة اللي انت عايزها، خش على مجلة النادي الأهلي، ما لقيتش المعلومة اللي انت عايزها، تعال على قناة النادي الأهلي، هتلاقي المعلومة اللي انت عايزها سواء هنا او هنا او هنا. فهو ده المهم خلال الفترة القادمة، لانه هتلاقوا ضرب من كل الجهات، لان في ناس دلوقتي ساكتة ما بتتكلمش، هتلاقي الضرب بقى من كل الجهات، من كل الجهات هتلاقي ضرب من هنا وضرب من هنا وضرب من هنا وضرب من هنا. فخدوا بال حضراتكم بس من الموضوع ده، لانه موضوع مهم جدا. طيب خلينا ناخد فاصل سريع، وبعد هذا الفاصل هرجع اتكلم مع حضراتكم عن اخبار فريق النادي الاهلي بسرعه جدا، عشان نستقبل نجومنا الكبار اللي هنتكلم معاهم اكتر عن دوري العام المصري ومباراة الأهلي والجونة. ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل أقول لكم الأهلي هيواجه مين في كأس مصر، أقول لكم
قائمة النادي الأهلي لمباراة غدا. رمضان صبح هيلعب ولا مش هيلعب؟ هنشوف كل ده، هنقوله، ولكن نطلع فصل وبعد هذا الفصل نرجع نكمل مع حضرتك. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الاهلي هيلاعب بني سويف في كاس مصر في دور ال 32، اجريت قرعه دور ال 32 من البطوله ظهر اليوم في اتحاد القاهره بحضور مسؤولي لجنه المسابقات وممثلي الانديه المشاركه بالبطوله. ويشارك في دور ال 32 لبطوله كاس مصر هذا العام 4 فرق من دوري القسم الثالث و10 انديه من القسم الثاني، بالاضافه الى 18 نادي من الدوري الممتاز. قائمة النادي الأهلي لمباراة غدا إن شاء الله أمام الجونة، 22 لاعب: شناوي، شريف إكرامي، علي لطفي، فتحي، محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، محمود وحيد، حسام عاشور، عمرو السولية، أليو ديانج. فاكرين حضراتكم بمناسبة أليو ديانج، فاكرين حضراتكم لما كنا ناس كتيرة كلمتني قالت لي يا كابتن إسلام أليو ديانج اتصاب، مين اللي هيلعب مكان حمدي فتحي؟ حسام عاشور جاهز ولا برضه لا قدر الله كذا؟ قلت لكم يا جماعه ما تسمعوش كلام الا الثلاث منصات الاعلاميه. الناس قالت لك شهرين، واللي هيغيب قال لك هيغيب شهر. أليو ديانج في قائمه النادي الاهلي اللي هتلعب مباراه الجون. قلت لحضراتكم ان الموضوع لا يحتاج اكتر من اسبوع، ثلاث ايام، من ثلاث ايام لاسبوع. ده في ملعب الاهلي. وفي بقية البرامج طوال النهار الناس كانت قلقانة جدا، الناس كانت متضايقة جدا. ولو تفتكروا بس الحلقة دي، أنا قلت لحضراتكم إيه للناس اللي بتتابع دايما ملعب الأهلي؟ قلت لكم يا جماعة حتى لو أليو ديانج مصاب ما عندناش مشكلة، حسام عاشور يقوم بالدور وزيادة. حسام عاشور مش تعبان لا قدر الله في أي حاجة. عندك أحمد فتحي، عندك رامي ربيعة، يعني الحمد لله والشكر لله عندك فريق جيد جدا، بسم الله ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله. ولكن بمناسبة أليو ديانج، يعني وأنا بتكلم عنه، أليو ديانج موجود في القائمة اللي مسافرة الجونة، يعني أليو ديانج مش مصاب، أو كان مصابا أو كان عنده إجهاد في العضلة الضمة، قعد الثلاث أربع أيام اللي هم بيتعمل فيهم الإسعافات للعضلة الضمة في حالة الإجهاد، ورجع التمرين ونزل وانضم للقائمة. ممكن يكون خارج القائمة، ولكن ممكن بكرة يكون خارج القائمة، ولكن هو طالما منضم لقائمة النادي الأهلي ده طول عمرنا اللي احنا عارفينه، طالما هو منضم إذن هو سليم. فأنا بس برجح حضراتكم بالمناسبة، يعني وأنا قاعد بقرأ الأسماء، أليو ديانج موجود في قائمة النادي الأهلي. للبعض اللي كان بيقول إن هو هيقعد شهر وشهرين والكلام ده كله، عشان كده دايما بقول لكم افتحوا يا قناه الاهلي يا مجله الاهلي يا الموقع الرسمي للنادي الاهلي. نكمل بقيه الاسماء: وليد سليمان، احمد الشيخ، مجدي قفشه، جونيور اجايه، ورمضان صبحي، وجيرالدو، وحسين الشحات، ومروان محسن، ووليد ازارو. الاهلي يصل الغردقه استعدادا لمواجهه الجونه في الدوري. اللعيبه الحمد لله وصلت النهارده، بكره ان شاء الله الماتش الساعه 5، من الساعة 3:30 هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة، ساعة ونص قبل مباراة النادي الأهلي، وبعد المباراة إن شاء الله ساعة أو لغاية الساعة 8:30 8:30 هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة غدا إن شاء الله من خلال قناة النادي الأهلي كما عودنا جمهور النادي الأهلي دائما. فايلر قعد مع اللعيبة كده وعمل محاضرة قبل المران، ومحمود متولي بيواصل البرنامج التأهيلي للنادي الأهلي داخل النادي الأهلي. راح 3 أسابيع لحمدي فتحي. قال كابتن سيد عبد الحفيظ انه حصل على راحه لعده ايام عقب اجراءه لجراحه غضروف الركبه مؤخرا. ده بالنسبه لحمدي فتحي، ودي كانت اخر حاجه عندنا النهارده في هذه الاخبار. انا بس مهم جدا ان انا اقول لحضراتكم حاجه برضو حصلت النهارده. الاتحاد الافريقي، قبل بس ما استقبل ضيوفي الكبار، الاتحاد الافريقي النهارده عمل بعض التغييرات على الجدول القديم اللي كان موجود في دوري ابطال افريقيا.
وبناء عليه يجب أن تكون هناك تغييرات في الدوري المصري المحلي. أنا بس حبيت أقول الجولة الرابعة من المجموعات التاريخ القديم كانت هتبقى يوم 14 أو 15 أو 16. التاريخ الجديد اللي تم وضعه من قبل الاتحاد الأفريقي أصبحت هتبقى يوم 10 يا 11 يا 12، يعني رجع 3 أيام أو 4 أيام. الجولة الخامسة من المجموعات كانت هتبقى يا 21 يا 22 يا 23، أصبحت فبراير. خدوا بال حضراتكم ده رجع شهر وشوية. فبراير كانت، معلش أبدأ مرة تانية، الجولة الرابعة من المجموعات كانت هتبقى يا 14 يا 15 يا 16 فبراير، أصبحت يا 10 يا 11 يا 12 يناير. الجولة الخامسة من المجموعات كانت هتبقى 21 22 23 فبراير، أصبحت 24 25 26 يناير. الجولة السادسة كانت 6 و7 8 مارس، بقت 31 يناير أو يوم 1 أو 2 فبراير. قرعة دور الربع النهائي كانت هتبقى يوم 11 مارس، أصبحت يوم 9 فبراير. السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير. ذهاب دور الربع النهائي كان هيبقى 3 أو 4 أو 5 إبريل، أصبح 28 29 فبراير أو 1 مارس. وهكذا بقى كل هذه التعديلات. لو هي معاكم يا جماعة جرافيك ما تحطوها علشان الناس تشوفها. طيب نهائي الكونفدرالية هيبقى يوم 24 مايو، ده بالنسبة للفرق اللي بتلعب في الكونفدرالية سواء نادي بيراميدز أو نادي المصري. ونهائي دوري الأبطال إفريقيا هيبقى يوم 29 مايو 29/5، اللي نأمل إن شاء الله أن يكون النادي الأهلي طرف من طرفي النهائي إن شاء الله يوم 29 مايو. أكيد طبعا بعد هذه التغييرات ستحدث تغييرات على جدول أو جداول أو الجدول الموجود في الدوري المحلي خلال الفترة القادمة. دي كانت أخبارنا النهاردة. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل ثلاثة من نجومنا الكبار: النجم الكبير كابتن عادل طعيمة، النجم الكبير الكابتن إبراهيم عبد الصمد، النجم الكبير الكابتن محمد حشيش. هنتكلم عن مباراة النادي الأهلي والجونة والنادي الأهلي بقى خلال الفترة القادمة بعد هذا الفاصل. نجومنا الكبار. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار: النجم الكبير الكابتن عادل طعيمه. كابتن عادل ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن؟ الحمد لله تمام. الحمد لله تمام. ازيك يا كابتن؟ الله يخليك. النجم الكبير كابتن ابراهيم عبد الصمد. ازيك يا كابتن ابراهيم؟ كابتن اسلام الله حضرتك الله يخليك. النجم الكبير كابتن محمد حشيش. ازيك يا اسلام؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. يعني كابتن عادل خليني ابدا طبعا بالمنتخب الاولمبي سريعا جدا، يعني نتكلم لان احنا الناس عايزه تتكلم اكتر عن النادي الاهلي النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. كعاده النادي الاهلي دايما بيمد المنتخبات خاصه المنتخب الاولمبي. شفنا العناصر المؤثره في المنتخب من رمضان صبحي لعمار، الاثنين نجوم فوق العاده رايحين المنتخب الاولمبي جاهزين. مستر فايلر الحقيقه أثر تأثير غير طبيعي على أداء وسلوك الاثنين، وكانوا من العلامات البارزة جدا في كل الماتشات، بيأدوا الماتشات كلها بدرجة عالية جدا. بنبارك للمنتخب الأولمبي والجهاز الفني وللسيادة الوزير والناس كلها البطولة، وإن شاء الله الطموح بتاعنا زي ما احنا قلنا باستمرار عايزين بقى إيه في الاولمبياد ان شاء الله ناخد مركز او ناخد ميداليه باذن الله، ويبقى ده استعدادنا من البدايه. ومفيش شك انه الانجاز ده بيحفزنا ان احنا نبتدي نشتغل صح علشان بطوله افريقيا دي تبقى بالنسبه لنا فسحه، ما تبقاش فيها معاناه. انا لما بجهز من دلوقتي
على طول بيبقى فيه الاستعداد، بيبقى جاهز بحيث ان احنا بطولة افريقيا تروح على كاس العالم، تروح على الاولمبياد، ودي تبقى حاجة طبيعية بالنسبة للنشأ بتاعنا. وبالنسبة لل طبعا في طبعا المنتخب بتاع كابتن ربيع ياسين وهكذا، فما فيش شك ان احنا بنهنيهم تهنئة من القلب، وبنهني انفسنا وبنهني الاعلام وكل الناس، لان كل الناس وقفت والجماهير طبعا كلها كانت واقفة والدولة كلها واقفة. فالف الف مبروك للجهاز وللاعبين، واللاعبين الحقيقة شرفونا وأدوا أداء سلوكي وأداء فني وأداء وروح قتالية على أعلى مستوى. دي الحاجة اللي أنا كنت أحب أن أنا أبتدي بيها. تمام. في حاجة تانية حضرتك؟ لا حضرتك عايز تقول حاجة تانية؟ لا أنا كده التهنئة، ونخلي بقى الكباتن هنا. طيب. ماشي. كابتن إبراهيم، عايز أسأل حضرتك عن كيفية الحفاظ على هذا المنتخب خلال الفترة القادمة. الحقيقة الأول أنا بحب أهني الشعب المصري كله بالمظهر الجميل اللي ظهر في استاد القاهرة، والحقيقة التجمع الهائل من الشعب المصري والمنتخب الوليد دوت. أنا بسميه المنتخب الوليد لأن ده هيبقى إن شاء الله بإذن الله مستقبل مصر. الحقيقة قدمه أداء أكثر من رائع الحقيقة، وده بيودينا لتكاتف كل الجهات، الإدارة الفنية في الانتقاء الجيد للاعبين، الاستعداد الجيد للماتشات الوديه اللي عملها. طيب. اتحاد الكوره، اللجنه الخماسيه اللي هي وفرت كل الامكانيات للمنتخب ده انه يؤدي حوالي 18 مباراه وديه قبل الدوره الافريقيه. الدوله كلها، الافتتاح العظيم اللي اتعمل، التكاتف الدولة كلها، كل الجهات الرسميه في الدوله تكاتفت عشان يفضل على الافتتاح والختام بهذا المظهر اللي كل الناس اتكلمت عليه وقال لك ده ما حصلش قبل كده. اداء اللعيبه الرجولي الحقيقه ابهرونا، وكلهم الحقيقه نضجوا. يعني هم في انديتهم كانوا اقل من كده شويه، انما مع الجهاز الفني الحقيقه اضاف لهم كتير. كانت حاجه جميله جدا، حاجه جميله اضاف لهم كتير الحقيقه. كيف يمكن بقى الحفاظ عليهم يا كابتن خلال الفتره؟ اتمنى ان البرنامج اللي بيحط شوقي غريب، وهو قال في المؤتمر الصحفي ان انا حاطط برنامج هيحطه على قدام اللجنه الخماسيه اللي بتدير اتحاد الكوره، فيها ماتشات طبعا معسكرات، وفيها في الاجنده الدوليه عمل معسكرات ساعه الاجنده الدوليه بتاعه الفريق الاول، هيعمل معسكرين، هيعمل فيها ماتشات وديه، هيلاقي فيها برضو زي ما هو ماتشات الوديه اللي قبل الدوري الافريقيه لازم يبقى مع مباريات افريقيه، مباريات اوروبيه، مباريات اسيويه، عشان هو مش عارف لسه هيقابل مين يعني. فيبقى الماتشات الوديه لازم نهيئها له، مجموعه اللعيبه لازم تبقى تحت تصرفه في الوقت اللي هو عايزه فيها، عشان نقدر باذن الله نقدم مستوى جيد في الدوري الاوروبيه. واحنا طماعين شويه، يعني احنا طماعين شويه بعد الولاد ما بهرونا بالاداء الرجولي ده، احنا طماعين شويه ان احنا ما نشاركش بس في الدوري الاولمبيه، لا ان شاء الله باذن الله بالمجموعه الجميله اللي شفناها والجهاز الفني الجميل اللي مع الكابتن شاوي، ان شاء الله باذن الله نحقق ميداليه اولمبيه باذن الله، ويبقى سبق ويكتب في السي فيهات بتاعت الولاد دي انهم حققوا دوره افريقيا وحققوا ميداليه اولمبيه ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن حشيش، كابتن شاوي غريب غير راضي عن فترة الإعداد القادمة، أو ما هو محدد لفترة الإعداد القادمة، وهو قال كده، يعني مش كلامي، هو قال كده في المؤتمر الصحفي، وقال إن هو هيحاول يطور من الفترة اللي جاية. لكن الإعداد ده المفروض شغلانة المدرب، يعني هو اللي يقترح على الاتحاد والاتحاد يوافق له في سبيل الكلام اللي قاله كابتن إبراهيم طبعا، وقابله كابتن عادل، إحنا نقدر ناخد ميدالية. طبعا في البداية يعني بهنئ الشعب المصري كله والقيادة السياسية بالإنجاز الكبير الحقيقة اللي حصل بقواعد وسواعد الشباب اللي دايما سيادة الرئيس يعني مركز على الشباب في مستقبل مصر الفترة اللي جاية. المرة دي بقى تنظيم على أعلى مستوى ونتيجة. مزبوط. يعني قبل كده كان تنظيم وبعدين ستوب، دلوقتي بقى يعني كان تنظيم الحقيقة ونتائج وأداء. كان كل حاجة كانت يعني رائعة. بشكر طبعا وبهني مجلس إدارة الاتحاد السابق، لأن طبعا الفرقة دي بقالها حوالي سنة وثمان شهور بتعد، اشترك في إعدادها للاتحاد الكرة السابق
وطبعا كمل عليها اللجنة الخماسية، وطبعا بهني الجهاز الفني وكابتن شوقي غريب وجهازه المعاون، وبهني طبعا اللعيبة، وبتمنى لهم ان شاء الله باذن الله يعني مستقبل كبير، لان هم دول امل الكرة المصرية. الناس تكاتفت وراهم، ادي دروس. الحقيقة كان المفروض العكس، يعني المنتخب الكبير هو اللي بيدي دروس للمنتخب الاصغر والمنتخب الاصغر بيقتدي بيه، انما حصل العكس، ان احنا شفنا يعني مثال في حاجات كتيره قوي، واهمها طبعا ودي سر النجاح هو العزيمه والروح اللي شفناها في اكتر الحقيقه من مباراه. فبتمنى لهم التوفيق الفتره اللي جايه. وعايز اقول بس كلمه صغيره كده بالنسبه للكلام اللي بيدار الفتره الحاليه، موضوع مين اللي هيتاخد من الكبار معاهم، يعني نتكلم في النقطه دي، لكن يعني سابق الاوان والكلام ده خالص، يعني لسه بدري اصلا يا جماعه، انا هنقل عليها لما نيجي نتكلم عليها، انما لو عايز تتكلم عليها نتكلم دلوقتي. يعني اول حاجه ده حق اصيل للجهاز الفني والمدير الفني، هو سواء عايز حد اضافه او مش اضافه، وبعدين ما حدش عارف الفتره اللي جايه لغايه الاولمبياد لغايه شهر 6 الدنيا يعني قامت وقعدت وطلعت، ومحدش عارف، ممكن نشوف نص الفرقه دي مش موجوده ونص، وممكن نلاقي حد تاني، ممكن نلاقي نفس الفرقه، يعني محدش عارف الظروف، بس احنا دايما بنبقى مستعجلين وبناخد قرارات كده واراء سريعه. يعني بالنسبه طبعا للاعداد برضو ده حق اصيل للكابتن شوقي غريب، لو هو مش شايف ان فتره الاعداد اللي جايه ومناسبه للماتشات اللي هتتلعب هناك، من حقه ان هو يقدم اقتراحات او برنامج تدريبي ومباريات وديه خلال الفتره الجايه. واعتقد ان هو دلوقتي لو طلب لبن العصفور هيجي له، لو طلب اي حاجه الناس على استعداد سواء اتحاد الكوره او الوزاره او البلد كلها، يعني هتسهل اي حاجه هو عايزها. فهو المفروض ان هو يقدم الكلام ده للجنه الخماسيه، وان شاء الله باذن الله يحققوا له طبعا طلبه، لان احنا طبعا عارفين ان الوصول الاولمبياد كان بالنسبه لنا صعب والحمد لله اتحقق، انما هنلاقي مستويات حاجه تانية خالص، احنا بنتكلم على مستوى افريقيا، الموضوع مختلف تماما. الميداليه الاولمبيه غير بطوله افريقيه، الميداليه الاولمبيه حاجه صعبه جدا، بتقابل مستويات، بتقابل كمان مدارس كبيره وكثيره ومختلفه في كره القدم، عايزه استعداد جيد، عايزه انك تعمل مباراه قويه ومباراه كبيره سواء داخل مصر او خارجها مع مدارس مختلفه، فده محتاج فعلا تخطيط صح وخطه يعملها هو الكابتن شوقي غريب، اللي هو طبعا الناس بتثق فيه حاليا ومدياله طبعا الافضليه في كل حاجه. تمام كابتن عادل، في اطار نفس الكلام، لو في على كلام الكابتن شوقي برضه انه عايز يضيف فترات اخرى للتوقفات الدوري خلال الفتره القادمه، هيؤثر بشكل او باخر على الدوري، فالافضل ان هو يقلل الفترات ولا ويخلي الدوري شغال، ولا خد بال حضرتك ان معظم اللاعبين اللي موجودين بيلعبوا في الدوري، يقلل الفترات ولا يسيب ولا ياخد المعسكرات، يعني الاثنين هيبقى فيهم مشكله. شوف يا كابتن، هو في حاجه مهمه قوي يعني كابتن شوقي لازم يبقى عارفها وكلنا يبقى عارفينها، طبعا الدوري العام علشان متعه الجمهور، متعه الشعب المصري، فانا ما تحرمنيش علشان فترات انت عايز تعملها مع ماتشات وديه، وانت عندك الماتشات الرسميه اصلا في الدوري اقوى مليون مره من الماتش الودي اللي انت هتعمله. مع احترامي ما انا هكمل اهو، مع احترامي للفرقه اللي انت هتلاعبها، فانا مش هزود، انما الفترات اللي هي الجدول مديها لك نقي بعنايه الفرق زي ما قال الكابتن ابراهيم وكابتن حشيش. انا هاخد مدرسه من اسيا، مدرسة من افريقيا، مدرسة من اوروبا، مدرسة من امريكا. ممكن اقول حاجة بس في نقطة دي بس قبل ما اتكلم. اللي هو نقاهم والناس قالت عليهم فرق ضعيفة خلته ياخد بطولة افريقيا. بس. فيعني هو اللي بينقي. لا ده في حاجة تانية، في نقطة تانية كمان مهمة. قالت لما قالوا ان هو لعب ثلاث ماتشات. بتكلم على المرحلة اللي فاتت ولا المرحلة اللي جاية؟ لا اللي فاتت. لا يعني بتكلم على المرحلة، انا بتكلم على المرحلة اللي جاية. ما هي اللي جاية يا كابتن هتبقى يعني انا دلوقتي كرئيس اتحاد. خلاص؟
هقعد معاك هاجي اقول لك ايه، انا خدت البطوله بطوله افريقيا صح؟ ازاي خدتها؟ عملت احنا لما كنا بنيجي حضراتكم لما كنتوا بتيجوا تتكلموا كنتوا بتقولوا ايه؟ ان هو عمل 18 مباراه وخد كذا وعمل كذا، وهو عايز يعمل كده برضه. ما يبقاش نظري طبعا، ما يبقاش ما يبقاش على حساب الدوري العام. الدوري العام فيه رعاه وفي شعب مصر بيتفرج على الدوري، والدوري ده هو الاعداد للمنتخبات، والدوري ده هو المتعه، لقمه العيش اللي الناس بتاكلها وبتحل بيها. فانا مش هحرم الناس علشان ان الجدول اصلا يا كابتن مضغوط مع التغييرات اللي حضرتك قلتها في البدايه. الاتحاد الافريقي ابتدى يغير، هيبقى دايما هيبقى فيه يعني في ناس هتلعب كل 3 ايام ماتشات، فالمتاح الكابتن شوقي ياخده، لان هيبقى كفايه قوي على الفترات ديت انه ياخدها بعنايه. بعنايه بمعنى ايه؟ ان انا الماتشات اللي انا هاخدها بنقيها من مدارس مختلفه. الحاجه الثانيه، منتخب الاولمبي مسيرته هتنتهي في يوليو اللي جاي، يعني المنتخب الاولمبي كده خلاص المسيره بتاعته هتقف في شهر 6 او شهر 7 اللي جاي، اخر سبعة. في مرحلتين، لانه الكابتن شوقي هيسلم المنتخب ده خلاص للفريق الاول. في مرحلتين، اذا انا كدوله عايز الولاد دول يوصلوا لمرحله زي ما الافارقه بيعملوا، في بعض العناصر اللي هي مبشره ولكن في انديه عاديه ممكن جدا نفتح لها باب الاحتراف والدوله تعوض النادي. يعني مثلا العراقي بيلعب في النادي المصري، فلو جاله عرض اتفضل العراقي يروح العرض ده، وبعدين العرض ده بقد كده، طب من فضلك كدوله سياده الوزير انا بعوض النادي ده اللي اتاخد منه العراقي ده، بيبقى كادر راح علشان الفريق الاول بعد كده لما يحتاجه يلاقي باك رايت بيلعب في اي دوري بقى، في بلجيكا، في سويسرا، في ايطاليا، في اي حته من الاماكن دي. في مرحلتين الناس المميزين قوي زي رمضان وعمار والجماعه دول اوكي بينضموا للفريق الاول مع كابتن حسام البدر. المجموعه الثانيه، وده الاقتراح ده كنت قلته ايام كابتن حسن شحاته، وكان ايامها متعب وحسن عبد رب، والمجموعه دي كانوا كلها طالعه، وخدنا بطوله افريقيا كان فيه 20 نادي، وقلت ساعتها مع كابتن الله يمسيه بالخير كابتن مصطفى عبده، بفضلك يا كابتن الولاد دول لو طلعوا في اوروبا 20 كادر هيبقى عندك بعد سنتين ثلاثه منتخب قومي، ما يعني كده يروح في اي حته في افريقيا او في العالم كله يتفسح، لان الولاد دول الى جانب المهاره والموهبه اللي عندهم محتاجين يعيشوا حياه المحترف. مجرد ما محمد صلاح عاش حياه المحترف بقى محمد صلاح. الولاد دول متعب وحسني عبد ربه وعمرو زكي وفتحي والمجموعه دي لو طلعت كان عندنا النهارده مجموعه مميزه جدا. فالى جانب زي ما بقول لحضرتك، الى جانب الماتشات اللي كابتن شوقي هيجي على نفسه شويه، لان لو انا الدوري مضغوط يا كابتن وبعدين انا هروح لاعب ماتشات وديه تاني، هيبقى في لعيبه بتاعتنا ممكن تتعرض لاصابات، وطبعا دي حاجه تبقى هتاثر على النادي وهتاثر على المنتخب الاولمبي. ده باختصار المرحله اللي انا عايزها، 7-8 شهور اللي جايين دول كابتن شوقي يعني يتنازل شويه في الحته دي، ومش يتنازل علشان حاجه معينه، لا ده الشعب المصري كله عايش، كل الناس بتستنى عشان تروح الماتش تتفرج او تتفرج على التلفزيون، محتاجه انها تتفرج على الاهلي والزمالك والاسماعيلي والاتحاد. الناس عايزه دي المتعه الوحيده اللي الناس بتستمتع بيها. فبرضو انا ما اقدرش ان انا احرم الناس والعالم كله من حولنا، بلاد عربيه وافريقيه واوروبا، مفيش الدوري يعني بيقف ونبتدي نعمل عشان المنتخب الاولمبي، لا مش هينفع الكلام ده. دي من وجهه نظري يعني. تمام. ممكن نعلق على الكلمه؟ لسه نكمل. اتفضل يا كابتن. لا انت الاول بقى، زي ما انت قلت. اصل في اتجاه تاني هيطلع يقول ايه الغرض من الدوري والغرض من المسابقه؟ هي بتصب عشان منتخب مصر والمنتخب الاولمبي، فممكن يطلع الكلام ده مش راي من الاراء يا كابتن. ممكن راي، خليه يقول راي. ما كانش حد يدفع المبالغ الكبيره عشان يشتري الدوري المصري والعالم كله بيتفرج عليك.
انا اقصد كابتن هيجي وجهه نظر لا مش مشكله ده برضه وجهه نظر عشان اكملها يعني. طبعا طبعا الشعب المصري لو انا اجي اقول له احرمه ان انا هقعد شهر من غير ماتشات برضه دي عمليه انا بعمل للمنتخب. هو اسبانيا الدوري في اسبانيا مش بيتعمل علشان بيتعمل عشان المنتخب بس، ولا في ناس دافعه فلوس علشان الجمهور يروح يحضر الماتشات ويتفرج على الماتشات ولا انا قاعد المنتخب بس؟ طب المنتخب عنده كام ماتش؟ طب وبقيه الناس الجماهير الاهلي والزمالك جماهير الاهلي والزمالك يروحوا فين؟ دي وجهه نظر، وجهه نظرك طبعا تحترم بس انا بكمل وجهه نظري. تمام. اذا كنت انا ما قدرتش ان انا اوضحها تمام ان انا مفروض ان انا الدوري العام ده ما اقربش ناحيته. مش احنا كلنا كنا بنتكلم اول السنه اللجنه لو تكرمتوا حطوا جدول ونلتزم بيه؟ مش قلنا كلنا كده؟ طب احنا بنغير ليه دلوقتي؟ بنغير عشان وصلنا؟ لا يبقى احنا بنشتغل بالقطعه يا كابتن. هو اعتقد لا انا ما بشتغلش بالقطعه. هو اعتقد يا كابتن المشكله اللي هتقابله كمان احنا ناسيين المنتخب الكبير. المنتخب الكبير عنده توقفات وعنده مباريات وعنده استعدادات. ممكن في الحاله دي بقى يظبط مع طالما كده كده البطوله هتقف او الدوري هيقف عشان المنتخب الكبير عشان تصفيات افريقيا، ممكن بقى يظبط في الفتره دي توقف بتوقف يبتدي يرسم الاجنده بتاعته او الخطه اللي هيحطها من مباريات في فتره التوقف بتاع الدوري للفرقه الكبيره. ده اقتراح من الاقتراحات، انما لازم طبعا ياخد يعني طبعا الدعم بما لا يؤثر طبعا على استمراريه الدوري، لان احنا جربنا برضو عدم خلي بال حضرتك كده الكلام اللي حضرتك بتقوله ده معناه برضو ان المدير الفني هيجد شماعه لو لا قدر الله حصل اي حاجه في الاولمبياد. بمعنى ايه؟ بمعنى يقول لك انا طلبت 1 2 3 وهي طلبات عقلانيه صحيح خلاص، ولكن انا ما حدش نفذها لي. هي عشان كده عايزه فهي يعني عايزه قاعده مع الاطراف كلها مع كل الاطراف بالظبط ونخلص ونسمع فيها وجهات كل يعني طبعا هم يعني يسمعوا طبعا وجهات النظر كلها بالظبط، وفي النهايه يتم تحديد الموقف. في وجهات نظر زي وجهه نظر الكابتن عادل تحترم، وجهه نظر حضرتك تحترم كابتن. هي طبعا انا سمعت الاراء كلها. هي في توقفين في الاجنده الدوليه بالنسبه للمنتخب الاول، عنده فرصه من دلوقتي في التوقفين دول ان هو يعمل معسكر ويلتقي مع فرق قويه سواء افريقيه لازم تبقى متنوعه لانه مش عارف الجدول هيبقى ايه، في افريقيه في اسيويه في اوروبا في امريكا اللاتينيه كل دول مشتركين في الدوري الاولمبيه، فيبقى ينقي فرق قويه جدا عشان يقدر يعمل احتكاك قوي جدا في فتره التوقفين بتوع الدوري. انا رايي الشخصي برضه عشان نبقى بين البنين بين راي الكابتن عادل وبين الكابتن حشيش، انا رايي ان احنا برضه نوفر له فترة توقف أخرى والنوادي تستغنى عن لاعبتها بحيث يبقى من غير ما نوقف الدوري. كابتن عادل أنا ما بوقفش الدوري العام، لا أنا باخد اللعيبة بتاعة المنتخب الأولمبي وأديهم لشوقي لمدة أسبوع مثلا ويبقى ما يشتركوش مع نواديهم في الدوري والدوري يستمر. والكلام ده حصل عندنا في مصر هنا مع الفرق الكبيره غير الدوليين مع الفرق الكبيره لما وقال لك اللعيبه الدوليه ما تلعبش ويستمر الدوري بدون اللعيبه الدوليه. فانا بقول فرصه لن تتكرر مره اخرى ان احنا مش نشترك في دوري اولمبيه، وعندنا امل في المجموعه الرجاله دي انها تحقق لنا ميداليه اولمبيه، فيبقى نديله الفرصه عشان ما زي ما بيقول الكابتن اسلام ما يبقاش شماعه، لا نديله الفرصه نوقف له الدوري اسبوع، ما نوقفش الدوري يستمر بس اللعيبه دي تبقى تحت قيادته هو ويعمل بيها ماتشات وديه، يبقى عنده توقفين في الاجنده الدوليه وتوقف تبع اتحاد اللجنه الخماسيه انها توقف. هيطلع لك بقى فرقه يطلع نادي الاهلي مثلا نادي الزمالك ونادي الكوره. انا عندي اربع لعيبه، انا عندي ثلاثه ابو كباتن. احنا دلوقتي بندور على منتخب زي ما بنقول احنا الدوري ده معمول عشان المنتخبات ان انت تمثل مصر، فيبقى لازم في شويه تضحيات من النوادي دي مهمه وطنيه لازم النادي الاهلي والنادي الاهلي دايما بيساهم في كل الالعاب على فكره، اكبر نسبه لعيبه من النادي الاهلي في كل المنتخبات القوميه في كل الالعاب، فالنادي الاهلي لن يتوانى ان هو يوفر الاسبوع اللي انا بقول عليه ده بره الاجنده الدوليه، يقولوا اللي يقولوه بس لازم يبقى في هدف قومي احنا بنشتغل عليه ان احنا عايزين نحقق ميداليه اولمبيه، يبقى ندي لشوقي غريب الفرصه انه يعمل اللي هو عايزه. تمام. انت مش هترضي
كل لا الاطراف لا يمكن لازم قرارات لصالح طبعا البلد ولصالح الدوري المصري واستكماله ومستواه العالي، لازم تحط قرارات يا كابتن عادل وكله يلتزم بيها، لانك لو ابتديت تعمل توازنات لا طب ندي كذا لا نعمل كذا، هي قرار على الأندية كلها لصالح المنتخبات المصرية بما لا يمس البطولة الأساسية اللي هي زي ما حضرتك بتقول يعني بهجة وسعادة للشعب المصري كله. يعني مصر بعد إذنك كابتن إسلام، مصر دولة أكبر دولة في أفريقيا، إحنا بنخترع العجلة ليه؟ ما نشوف العالم اللي حوالينا، بلاد العربية بلاد الأفريقية، هل الدوري عندهم بيقف عشان منتخب؟ هل اسبانيا انجلترا ايطاليا، ما احنا دوله، احنا علمنا الناس دي، الناس دول اتعلموا مننا، الاسبان دول اتعلموا مننا. سيبك من الاسبان يا كابتن، يعني انا ما عنديش فكره بيقف ولا لا، يعني ما بيقفش يا كابتن، الدوري ما بيقفش، ما بيقف. يعني اسبانيا الدوري بيقف في الاجنده الدوليه، اسبانيا بتروح لعبه ماتشين في خلال 3 ايام، لسه احنا شايفينها اسبانيا في خلال 4 ايام لعبه ماتش يومين ثلاثه ماتش، وبعدين على طول كانوا بيلعبوا في الدوري امبارح، ويوم الاربع اظن برشلونه هيلاعب روسيا دورتموند اعتقد، ريال مدريد هيلعب سان جيرمان بكره او يوم الثلاث. فاللي انا اعرفه يا كابتن واللي انا متاكد منه ان الدوري ما بيوقفش عشان منتخب اولمبي او عشان فريق قومي، الجدول بيتحط من البدايه. مشكلتنا احنا في الاتحاد الافريقي انه العمليه الالتزام بالجدول ما بتبقاش مظبوطه يا كابتن، وده اللي بيخلينا الاتحاد المصري وهو بيحط الجدول بتاعه مش عارف. ايوه يعني انت بعد ما حطيت الجدول، واحنا كلنا افتخرنا باللجنه لما عملت المواعيد ومواعيد ثابته، ايه اللي حصل؟ تاجيل ماتش الزمالك لاخر الدوري او للدور الاولاني. انا عايز التزم، لكن الاتحاد الافريقي برضو مش مديلك المساحه ان انا اعمل حاجه فيها احترام للجمهور وللعيبة وللعاملين وللأجهزة الإعلامية. أنا الإعلام لما يديني جدول ويبقى مرتبط مع إعلانات، مرتبط مع سبونسر، يعني الحاجات دي كلها إحنا بنغفلها إزاي؟ يعني الدوري بتاعنا لازم يدي قيمة، القيمة دي كلنا لازم نتكاتف علشان نعلى بيها. أنا اللي هيفرق معايا إيه؟ إن أنا الدوري هو اللي بيعد اللاعب الدولي في العالم كله، هو ده الكلام. أنا عندي ماتشات ودية بعملها في توقفات معينة، التوقفات دي الاتحاد بيوفرها لي، إنما أنا مش كمدرب أنا أفرضها على الاتحاد، الكلام ده مش مظبوط. أنا بوفر لك مساحات. هو مثلا يا كابتن أنا بوفر لك يا كابتن اتفضل. هو بيعمل إيه؟ بيوديك مثلا خمس توقفات، هو عايز منهم ثلاثة. فأنت بتوفر، أنت بتوفر، يعني هو في الآخر مثلا، يعني أنا ما أعرفش طبعا اللي بيحصل إيه، بس هي دايما إحنا عادتنا كده، يوم مديك ست سبع توقف مثلا يعني، المهم الثاني او المسؤول في اتحاد الكوره يقول له لا هم ثلاثه بس خلاص، يبقى هو وصل هو عايزه. بيبقى فيه يا كابتن فيه ميثاق شرف ان انا ما اجيش حقي يجي عليك، يعني انا ما اخدش حاجه مش من حقي. انا من حقي ان انا في توقفات في الدوري. مش من حقه ان هو يا كابتن يجمع لعيبته؟ يجمعها ليه؟ في دوري شغال، في دوري شغال، في ناس بتستمتع بيه، في ناس دافعه فلوس، في ناس هقول لك ايه يعني، هي وجهات نظر عموما. يعني ما احنا لما انا وجهه نظر يا ابو الكباتن، انا ما بقولش وقف الدوري، مش الكابتن شوقي ولا اي حد يوقف دوري علشان انا هجمع لعيبه في اسبوع. ومش معقول ابدا ان انا شاري لعيبه بملايين وتيجي تحرمنا منها في بطوله. انا لما تيجي تاخد مني رمضان وتاخد مني عمار وتاخد مني فلان وفلان، الله، طب انا عايز اخد دوري، عايز اروح اليابان او عايز اروح كاس عالم الانديه وعايز اخد بطوله افريقيا، انت بتحرمني من الراجل اللي انا دافع فيه ملايين انه علشان فريق، ما احترمنا طبعا المنتخب الاولمبي وحاجه جميله كل حاجه، لما هو الاداء الماتشات اللي عندي دي هي اللي بتعده، ما انا بلعب في افريقيا، ما الاهلي والزمالك والاسماعيلي والانديه دي والبيراميدز اللي معظم المنتخب منهم معظمهم بيلعبوا في افريقيا، بيلعبوا في الدوري، ده احسن اعداد. انا المفروض كجهاز فني بتابع اللعيبه، اذا في حد جديد انا ممكن انا اضيفه، لكن التوقفات يا كابتن ما بنخترعش العجله. المدير الفني بيقعد مع المدير الفني في الاتحاد الكوره مع رئيس الاتحاد مع الناس الفنيين الموجودين، التوقفات بتاعتي اهي. برضه الكابتن ابراهيم الحته اللي المفروض هم حطوا خلاص الجداول، انما لسه اسماء، الاسماء يحطوها قريب.
فانا لما اعرف ان مثلا انا المجموعه بتاعتي ما فيهاش فلان، فانا في الوقت ده في افريقيا اخد الفريق او البلد اللي انا مش هلاعبها العب معاها الماتش الودي. انما انا الدوري استحالة يقف اكتر مما هو هيوقف، يعني 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 عملية في منتهى الخطورة، لان انا الدوري ده حياة وموت بالنسبة للناس، الناس بتستمتع بيه والاندية دافعة فلوس، فكل الحاجات دي لا يمكن اغفل عنها. والكابتن شوقي بيحترم جدا القواعد، بيحترم جدا ان انا الدوري العام ده لازم يستمر، وفي نفس الوقت الماتشات الودية بتاعتي باخدها في توقفات زي ما العالم كله بيعمل. السعوديه ابو كباتن، السعوديه ابو كباتن الدوري ما بيوقفش، وعندهم لقاءات دوليه بياخدوا اللعيبه الدوليه بيلعبوا بيها ماتشات، والدوري بتاع السعوديه لا يقف. ما انا مش هاخد الاستثناء وعممه، لا انا هاخد شوف يا كابتن، انا هاخد بس ابو كباتن، يعني 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 انا ما بقولش الدوري يقف، انا بقول ده مهمه قوميه ودي ميداليه اولمبيه، ندي فرصه غير التوقفين اللي هم في الاجنده، ندي توقف ثالث، توقف مش توقف، ندي اللعيبه الدوليه لشوقي غريب يستفيد بيهم في اسبوع برضه ماتشات وديه على مستوى عالي جدا من المهاره. وزي ما انت قلت هو الفرق لسه ما اتعملتش، لسه ما الجدول ما جاء ما اتعملش احنا مع مين وضد مين، فهو ينقي فرقه قويه من الفرق اللي هتشترك في الدوره الاولمبيه ويلعب بيهم في الثلاث توقفات دول، سواء معسكر داخلي او معسكر خارجي، يلعب ماتشات بره يلعب ماتشات جوه، انما لازم نهيئ له الجو المناسب ان احنا باذن الله مع مجموعه اللعيبه دي سبق ان احنا ناخد ميداليه اولمبيه مع المجموعه دي ممكن ما تتكررش تاني. هي المواعيد اللي هتفرض نفسها، لان انت عندك كمان انديه كذا نادي في مصر بيلعب بطولات افريقيا، وبرده اللعيبه بتاعته مهمه معاه في البطولات الافريقيه، فهي القعده على ترابيزه واحده مع الاطراف كلها هي اللي ممكن تحل. طبعا انا عايز اقول لك حاجه عشان نخرج بس من النقاش ده، الجماعه الافارقه مريحين نفسهم. نخرج ليه؟ ده احنا خلي بالك احنا مش مستفيد، خلي بالك اللي مستفيد اكتر الناس المسؤوله اللي بتتفرج عليك. طبعا طبعا هم اللي هيستفيدوا اكتر، وجهه نظر الكابتن عادل، وجهه نظر الكابتن ابراهيم، وجهه نظر حضرتك، وفي النهايه هيبقى عندهم ثلاث وجهات نظر. انا عايز اقول لك ان الجماعه الافارقه معظمهم مريحين نفسهم من الحته دي، مفيش توقفات خالص عندهم في البطولات، لان كل اللعيبه بتاعتهم بتوع المنتخب محترفين، فكلهم الحقيقه الدوريات مفيش خالص يعني، يعني مفيش فرقه، مش فرقه معاهم، هم كلهم دول اللي احنا لعبناهم بالظبط كده، كلهم بره، كلهم محترفين، عملوا فترات تجميع وحاجات كده، ولا في يمكن فرقه ولا اثنين مالي ولا بتاع، لان يعني معظمهم من المحليين، يعني ثلاثة أربعة بس محترفين، بقيه الفرق في العالم كله الراجل مدرب اسباني ما بيجمعش، او مدرب انجلترا ما بيجمعش، ده بياخدهم على الماتش على طول، لان الدوري احتكاك في منتهى القوه. انا كرئيس نادي، انا كرئيس نادي دافع فلوس وعندي جماهير تقول لي هاخد النجوم بتاعتك ازاي؟ اي عدل ده؟ اي عدل ده؟ بتتفاوت درجات هو انت رئيس نادي تعملها؟ درجات التمرين، الوحدات التدريبيه بتختلف عندنا في مصر بين نادي ونادي، يعني في نوادي الاحمال بتاعتها عاليه قوي، وفي نوادي الاحمال بتاعتها قليله قوي، فلازم يبقى يحصل التجمع ده عشان يقدر يطلع اللعيبه اللي احمالها بتاخد احمال قليله يديها احمال جامده عشان يا كابتن في الفتره دي ما بيدوش احمال يا كابتن. ما انا فاهم تجمعات يعني المنتخب ما بيدوش احمال يا كابتن، لا انت بتبقى كلها حاجات تكتيكيه، حاجات نوع من انواع اللعب اللي انا هلعبه، انما ما بياخدوش احمال يا كابتن في الفتره دي. انا فاهم اللي انت بتقوله، ما بيديش احمال، هو يحاول يساعد انهم يزودوا حته التحمل بتاعته، لان مش معقوله يعمل في الماتش يبقى فيه ناس تقدر تكمل ال 90 دقيقه وناس تلعب شهور. امال عندنا سنه نقدر نتكلم في الموضوع ده؟ اتفضل. لو فضلنا كده فلازم زي ما قال الكابتن حشيش علشان نقدر نتكلم في وجهات نظر مختلفه اصلها يعني. لا وجهات نظر خلي بال حضرتك وكلها صح على فكره بالظبط كده، كل واحد وله وجهه نظر وكلها صح. كابتن عادل شايف ان لا الدوري ما يتوقفش، كابتن ابراهيم شايف ان ناخد الدوري، حضرتك شايف ان الدوري يتوقف، يعني كل واحد وله وجهه نظره في النهايه صح. ولا انا ولا حضراتكم، كل المسؤولين في النهايه هم اللي يقرروا ماذا سيحدث خلال الفتره القادمه. كابتن حشيش، المنتخب الاول هل يحتاج اساسا لضم ثلاث لاعبين؟ المنتخب الاولمبي بص يعني بس في الاساس بقى يعني انت شايف المنتخب ده؟ انا وجهه نظري الشخصيه انا شايف طبعا يعني يعني لو في قيمه كبيره عندك قيمه واستفاده يبقى احسن للاعيب ممكن يزودني، لان انا برضو لازلت مصر
افريقيا حاجه وبطوله على ارضنا وتصفيات كانت على ارضنا، غير الاولمبياد حاجه تانية. فرق كبيره جدا بنشوف نجوم العالم بتنزل تلعب مع فرقها الصغيره ال 23 سنه. فانت لو عندك قيمه عايز تستفيد منها زي مثلا محمد صلاح مثلا، يعني في بعض المراكز اللي انا شايف، بس مش هقول بقى مش حدد ده اسم كلوب اساسا امبارح ولا اول امبارح، انا شايفه في بعض التقارير اللي نافع الكلام ده، بيقول انا يعني مش عارف انت مين اللي قال ان محمد صلاح هي. لا قال لك انا يعني ما اعرفش الدوره الاولمبيه هيكون محمد صلاح مستعد اساسا ان احنا نسيبه، احنا كليفربول كاداره ليفربول نسيبه ولا لا. لا اتكلم على المدرب بتاعه، هل المدرب بتاعه برضه محتاجه ولا لا، يعني برضه ذكر حته زي كده. فانت القصه كلها بتاعت الكابتن شوقي غريب. بس انا مش مع، يعني مش مساله بقى ايه ان الناس دي او اللعيبه اللي موجوده هي اللي جابت البطوله وهم ان هم المفروض يكافئوا ان هم الكلام ده بتهيألي مش عملي، مش في الكوره. انما انا بقول لو في استفاده من قيمه كبيره موجوده او تقييم اللعيبه اللي موجوده سواء الاساسيين او الناس الاحتياطي، لو في مركز من المراكز ما كانش على المستوى المطلوب انما كان مندمج مع الفرقه وماشي وفي قيمه كبيره موجوده في المنتخب الكبير بخبراته، لان انت محتاج في بطوله زي الاولمبياد محتاج خبرات لازم تكون موجوده في الملعب. خلي بال حضرتك كمان من الممكن ان تكون هناك امور اخرى غير كره القدم والناحيه الفنيه تتحكم في بالظبط وجود اسلام او طبعا فلان او فلان. هي يعني على سبيل المثال مثلا محمد صلاح لو راح ده بيديك قوة وبيديك دعاية أكبر وبيديك اهتمام أكبر وبيديك حاجات كتيرة جدا جدا موجودة كنجم عالمي موجود في منتخب، يعني أنت فاهم إزاي؟ فممكن ده بيزود كمان لو هنتكلم بقى على سبونسر وهنتكلم على الفلوس اللي بتدفع و ممكن يبقى ده دخل. أنا ما قلتش سبونسر، أنت اللي قلت. يعني ممكن يكون مؤثر في حاجات كتيرة زي كده، اهتمام مشاهدة. طبعا نجم كبير زي محمد صلاح مش جمهوره بس الشعب المصري، ده جمهوره في العالم كله. فالحاجات دي كلها زي ما انت بتقول هتتحكم في الاختيارات النهائيه. بس هرجع واقول تاني برضو ده حق اصيل للمدير الفني بتاع المنتخب. هو برضه انا شايف ان الوقت بدري قوي ان احنا نتكلم عن النقطه دي، ممكن الظروف كلها تتغير في خلال الخمس ست اشهر اللي جايين، الظروف تتغير كلها ويبقى الاهتمامات في برضه في عناصر جيده بعيد عن المنتخب، هترجع طاهر، محمد طاهر هيرجع ان شاء الله باذن الله، وناصر ما هيرجع، كل الناس المصابين، كل الناس المصابين محمد حمدي ممكن كلمه كل مجموعه قويه جدا، محمد محمود يعني مجموعه قويه جدا ولا ايه؟ طبعا لا فالظروف هتتغير مع عوده المصابين دول، هيبقى الـ 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 الاضافات اللي انت عايز تضيفها هتبقى في حدود ضيقه جدا، وممكن زي ما بيقول الكابتن عزيز ممكن يكون مدرب ليفربول مش هيوافق، هو ما مش في الاجنده الدوليه، فاحنا متسرعين جدا في ان احنا بنقعد نفتح احنا ممكن حد يظهر يا اسلام في الفرقه الكبيره المنتخب الكبير ما كانش موجود خلال الفتره اللي فاتت، ممكن حد يظهر في المنتخب الاول بمستوى عالي جدا جدا يلفت نظر الشباب غريب انه ممكن ياخد لسه بادئ يا كابتن. عموما كلام كتير يعني جدا وكلام مهم جدا، ونتمنى ان حضراتكم تكونوا يعني مناقشه هادئه ما بين نجوم كبار عشان حضراتكم أو يوصل للمسؤولين المعلومة وجهات نظر مختلفة، وفي النهاية نحن لا نقرر مين اللي يعمل قرارات الإعدام، ولكن كل واحد بيقول وجهة نظره، وفي النهاية يكون وياما اتخذت وجهات نظر من هذا من هذه المنضدة. حاجات كتيرة دايما اتخذت من هنا، ويعني كانت ناس كتيرة الحمد لله بتكلمنا وبتشكرنا، يعني بتشكر طبعا نجومنا الكبار وهم موجودين معانا على إبداء وجهات النظر، لكن في النهاية أتمنى رب كل التوفيق لمنتخبنا الأولمبي. تخيلوا بقى حضراتكم إن إحنا هنتكلم عن النادي الأهلي بقى النص ساعة اللي جاية، النص ساعة اللي جاية بقالنا كتير قوي ما اتكلمناش عن النادي الأهلي وما حللناش. وحشنا ها؟ وحشنا وحش الناس ووحش الأداء الجميل اللي كان كان بيأدي بيه النادي الأهلي بصراحة وحشنا. هيكملوا لا ما تردش دلوقتي، مش هرد مش هرد. نشوف تقرير عودة قطار الدوري من خلال النادي الأهلي، نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم.
يعود قطار الأهلي للدوران في بطولة الدوري من جديد عندما يواجه الجونة مساء الاثنين بعد توقف طويل، حيث أن آخر مباراة خاضها المارد الأحمر كانت أمام أسوان في 5 أكتوبر الماضي. وضع ريني فايلر المدير الفني للأهلي الرتوش الأخيرة على مواجهة أبناء البحر الأحمر، والتي تعد المواجهة 4 للسفينة الحمراء في بطولة الدوري هذا الموسم. سبق للأهلي أن حقق 3 انتصارات متتالية أمام كل من سموحة، الإنتاج الحربي، وأسوان، يسعى لتحقيق الانتصار 4 على التوالي. غادر بعثة الأهلي القاهرة ظهر الأحد عقب التدريب الصباحي متجهة إلى الغردقة للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الجونة، حيث ستغادر البعثة من هناك إلى تونس مباشرة عقب المباراة، وذلك استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي يوم 29 نوفمبر في الجولة الأولى من دور المجموعات بدور أبطال إفريقيا. يركز المدرب السويسري على المواجهة المحلية لحسم مش 11 و3، فوصلك لمرحلة إن أنا عندي 20 لاعب كلهم كل واحد كده مستعد، زي ما عمار كده ناصر ماهر اتعور في أول ربع ساعة نزل جاهز، يعني 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 حتى ذهنيا وهو نازل فاهم إن هو وعمل حسابه إن هو هيلعب. كل لاعب في النادي الأهلي عنده الحتة دي. أنا كإحساسي كمدير فني بعد ما وصلت للمرحلة دي وإن أنا صعود عالي جدا بعد ماتش أسوان، كل الماتشات وسموحة وكل 3 ماتشات اللي لعبناهم، وكان مستعد كويس قوي لماتش الزمالك، كان فاضل له 3 4 أيام ويلعب الزمالك، الموضوع ده وقف. بينزل التمرين مع كام واحد؟ 7 8 من اللعيبة علشان يعمل فتنس، عشان يعمل لياقة بدنية، عشان يعمل جملة، عشان يعمل أي حاجة، مش متوفر، لأن في 14 لاعب ما بين منتخبات إلى جانب المصابين. فطبعا ما فيش شك ان هو برضو كان بيتابع الولاد في المنتخب الاولمبي ثم في المنتخب القومي. المنتخب القومي يمكن رجعوا بدري شويه، فطبعا دي برضو هتبقى حاجه جيده بالنسبه لنا، ان هو يعني هيبقى فاضل بس 2 أو 3 في المنتخب الاولمبي، الباقي اللاعبين اللي جم من المنتخب الفريق الاول خدوا شغل على الاقل 3 4 أيام ثم ماتش الجونه. كنت بتمنى يا كابتن انه عمار يبقى موجود، لان عمار ابتدى يلعب دور خطير جدا مهم جدا، وممكن جدا يعوض من وجهه نظري، يعني من وجهه نظري المتواضعه، يعني ان عمار ممكن يلعب مكان حمدي فتحي، نفس المواصفات، نفس الاداء، نفس الرجوله في الالتحام، نفس الجهد البدني. ويمكن قلت لحضرتك في قبل الماتش اللي فات، قلت لك هو واكرم الاثنين يعني ما شاء الله 4 محركات نفاسة تشتغل في مساحة 75 متر. فأعتقد أنه بداية الدوري كل الناس منتظرة بتشوف أداء قوي، أداء ممتع، زي ما هي في الذاكرة بتاعتها ماتش أسوان والماتشات التانية اللي فاتت. وبالتالي أتمنى إن شاء الله بكرة يبقى في التوليفة والثبات في الأداء والمتعة، وان شاء الله نشوفها بكره باذن الله تعالى. كابتن ابراهيم، 3 مباريات قدر النادي الاهلي يستطيع او استطاع النادي الاهلي ان هو يفوز في الـ3 مباريات الاولى في الدوري العام المصري، هل الجونه قادر على ايقاف النادي الاهلي؟ انا شايف ان النادي الاهلي السنه دي مختلف اختلاف جذري عن السنوات السابقه. الحقيقه الفايلر زود المستوى التكتيكي عند اللعيبه، واداهم حرية التحرك في الملعب بحيث ايه ما يبقاش حد كل واحد مقيد بمركزه. وانا الحقيقه موافق مع الكابتن عادل، حته ال 20 لعيب او ال 22 لعيب بقوا اساسيين، ما حدش عارف مين اللي هيلعب، وبالتالي دي بتزود المنافسه في التدريب. التدريب بقى فيه منافسه شديده جدا، كل واحد عايز يعلي مستواه الفني عشان يبقى ليه الفرصه انه يشترك، وكل واحد عارف ان هو هتجيله الفرصه انه يشترك، فعايز لما تجيله الفرصه انه يشترك انه يؤدي بطريقه كويسه عشان يبقى دايما موجود في الليسته بتاعت المباراه. انا شايف النادي الاهلي استفاد بعكس نوادي اخرى من فتره التوقف، في حوالي 14 لعيب في المنتخبات، سواء في منتخب مصر او المنتخب الاولمبي او علي معلول وازار وجاي، كلهم في منتخبات بلادهم. فانا شايف ان النادي الاهلي كمان عمل معسكر للعيبه اللي هي
مش مشتركه في المنتخبات، عمل معسكر في الامارات وقدر يستفيد من المعسكر دوت. أيوة. اللعيبه اللي ما بتشتركش في المنتخبات وقدر يعيش معاهم لمده اسبوع، قدر يصلح الاخطاء وقدر يعمل الحاجات الثابته اللي هو ما عندوش الوقت ان هو يعملها. فقدر، انا شايف ان النادي الاهلي مستفيد جدا من فتره التوقف اللي فاتت بعكس نوادي اخرى. وانا شايف ان هو ان شاء الله باذن الله مجموعه اللعيبه اللي موجوده والمجموعه اللعيبه اللي جت، انا شايف انهم هيؤدوا بنفس المستوى الجيد وهيؤدوا بنفس المهارات الجيده والمستوى الجيد جدا، الاداء مع النتيجه. وان شاء الله النادي الاهلي هيمتعنا السنه دي باداء غير متوقع وهيكسب ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله انا متوقع بفرق كبير جدا الدوري العام ان شاء الله. كابتن ان شاء الله انا متفائل جدا بالمجموعه الحقيقه، كلنا متفائلين. طيب في ناس يا كابتن حشيش دايما تقول لك ايه، النادي الاهلي اصله كان ماشي، وجهتي نظر برضه، النادي الاهلي كان ماشي كويس جدا خلال الفتره اللي فاتت، بما ان بقى الكابتن ابراهيم اتكلم عن فتره التوقف. قبل فتره التوقف النادي الاهلي كان واقف، كان ماشي بشكل جيد جدا، ولكن توقف الدوري اضره. على الجانب الاخر في وجهه نظر اخرى تقول لك ايه، طيب ما هو بالنسبه لريني فايلر كان وقت اطول ان هو يقدر يشوف اللاعبين اللي هو مش قادر يشوفهم. انا طبعا مع وجهه نظر الثانيه. الراجل ده طبعا من اول ما جه وشفنا يعني ارتفاع في مستوى اللعيبه عموما الفرقه ككل، وعلى مستوى الافراد هو بيهتم بالافراد ويهتم بخصوصيه كل لعيب، وانه حاول يطلع من كل لعيب احسن حاجه عنده. وطبعا شفنا طبعا المستويات الكبيره بتاع لعيبه النادي الاهلي اللي فات المنتخب الاولمبي خلال الفتره اللي فاتت. اعتقد معسكر النادي الاهلي اللي اتعمل والاستعدادات اللي تمت هيكون لها دور كبير قوي في تكمله المسيره على نفس المستوى. زائد كمان انت بتتكلم على الحافز اللي موجود عندك انك تفضل منطلق في البطوله دي، وعندك بعد كده مباراه هامه جدا مع النجم الساحلي، فدي هتدي حافز كبير قوي قوي للعيبه للاشتراك في المباراه التاليه. انا شايف كمان كل اللعيبه يعني موجوده، بس انا يعني الحاجه اللي لفت نظري ان هو مريح طبعا او في الغيابات لعيبه المنتخب الاولمبي زي صلاح محسن وعمار حمدي. طيب انا كنت اتمنى الحقيقه برضو ان رمضان يريح، لاني استفيد بيه في مباراه النجم الساحلي اكتر بكامل طاقته. يعني هو واخده معاه، اعتقد انه ممكن يكون واخده معاه وهيبقى على الدكه بره، مش هيبدا بيه من بدايه الماتش نتيجه، لان برضو رمضان من اللعيبه. معلومه ولا توقع؟ ده توقع. توقع ان هو عمل مجهود كبير جدا خلال البطوله. كلام حضراتكم تطلع تقول قناه الاهلي لا دي ده توقع، ما عنديش معلومه يعني. انما انا متوقع كده، لان بالحسابات رمضان من اكتر الناس اللي عملت مجهود غير عادي خلال البطوله. خلال خمس مباريات كان اساسي فيها، عمل مباريات قويه جدا جدا، سرعات وقوه والتحامات. اعتقد ان بعد المجهود الكبير ده وبعد البطوله ما انتهت، صعب بقى ان هو يبدا مباراه بعدها برضو بثلاث ايام في بطوله الدوري. ممكن يكون موجود تحسبا لاي ظروف. رمضان طبعا كارت مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي وهداف النادي الاهلي لغايه دلوقتي في الدوري. او توقع حضرتك ان هو من الممكن جدا ان يكون خارج التشكيله الرئيسيه، خارج التشكيله الرئيسيه، احتفظ بيه دكه الاحتياط. ممكن ان هو يكون مثلا اي ظروف ممكن تحصل، وفي البدلاء كتير وكلهم عندهم الاستعداد وكلهم المفروض انهم واخدين الراحات الكافيه وعاملين زي ربع فتره اعداد كده في المعسكر اللي عملوه. اعتقد زي ما بقول لك الحافز كبير قوي، انت رايح على مباراه بعدها مباراه النجم الساحلي، مباراه قويه جدا جدا في بدايه مشوار يعني يهم كل طبعا الاهلاويه. طيب كابتن عادل، ممكن يلعب فايلر بنفس الطريقه اللي هي 4 2 3 1 ولا ممكن نشوفه بيغير؟ لا هو مش هيغير يعني، واعتقد انه نفس التشكيل اللي نهى بيه في ماتش اسوان هيبتدي بيه. واعتقد كمان انه ده راجل اوروبي، احنا حنينين شويه، فهو قوه الدفع ان رمضان ممكن ياخد. وانا كنت بقترح ان عمار لو كنت اتمنى ان عمار كان يبقى موجود، لان قوه الدفع دي مهمه جدا. يعني انا لعيب في اوروبا في السن ده او حتى الاكبر من كده
احنا بنشوفهم كلهم كل 3 ايام بتلاقي السيتي بيلعب، وعلى الرغم بقى يبقى في سفر، ناس بتلعب كل 3 4 ايام ماتشات في بطوله اوروبا، في الدوري، في كل حاجه بنشوفهم بيأدوا اداء قوي جدا. الراجل الاوروبي ده ما عندوش حته ان انا ممكن اريح، لا انا عندي لاعب محترف، اللاعب المحترف ده انا مديله فتره اعداد، انا مديله ثقه، انا مديله اعرف يعني ايه، لان بالورقه والقلم يا كابتن هتلاقي دايما المساعدين اللي قاعدين مع فايلر يقول لك رمضان النهارده محتاج 60 دقيقه، بعد 60 دقيقه اغيره، رمضان النهارده مش المفروض ان هو يبدا، ويبدا في الدقيقه 40 بالورقه والقلم، يشوف الراجل ده بذل في الاربع ايام الجهد قد ايه، هل ابدا بيه ولا لا. المساعدين اللي قاعدين دول ما هماش قاعدين بيتفرجوا على علينا او بيتفرجوا على الجمهور، بس هو ممكن وجهه النظر تكون ان هو يبدا بعد الشوط الثاني او ما يبداش خالص. ده اللي انا بقوله يا كابتن، ده اللي انا بقوله يا كابتن، في ورقه وقلم، الناس المساعدين اللي معاه، الناس اللي بتعمل القياسات، الناس اللي هي لكن وجهه نظر حضرتك او توقعك، عشان برضو الناس بتاخد كلامكم تكبروا شويه، تكبروا كتير يعني، وجهه نظر حضرتك او توقعك ان رمضان يلعب، ما عندكش مشكله؟ انا التشكيل انا لا يمكن اتدخل فيه، لكن انا بقول هو الراجل كاوروبي كفكر اوروبي، الراجل ما عندوش مشكله انه يبقى رمضان يلعب يعني، والا كان ريحه. انا كنت بتمنى ان عمار يبقى موجود، لان برضو عمار قوه الدفع دي انا مش عايزه يريح، بالعكس ده انا في قوه الدفع دي مجرد ان حط رجليه في الملعب خلاص ركب، خلاص حمدي فتحي مش هنحس ابدا انه غاب، ليه؟ في البديل عمار موجود، ودي حاجه الجمهور عايز يشوفها كمان. يعني انا كمشجع اهلاوي انا بتفرج على ماتش الجونه بكره، يا سلام لو الاقي رمضان وعمار في الملعب وبيادوا الاداء الجميل اللي كانوا بيادوه في الماتش الاخراني، هبقى مستمتع ولا مجرد ان هيتقال رمضان وعمار بيلعبوا هتخلي برضو الجمهور فيه ثقه وفي قوه الدفع دي ممكن مدرب عن مدرب ياخدها، في مدرب تاني ما ياخدهاش. الراجل الاوروبي يا كابتن دايما عنده حته اللي انا لاعب محترف عندي، قوه الدفع دي بالنسبه له بتبقى مهمه جدا. تمام. وبرده يا كابتن ما ننساش رمضان 5 ماتشات في ضغط عصبي ونفسي ومسؤوليه ملقاه على وكابتن فرقه بيعمل واجبات بره الملعب وواجبات جوه الملعب، مخلص 5 ماتشات يوم الجمعه، في احتفالات وفي سهر وفي لقاءات تلفزيونيه يوم السبت ويوم الاحد والماتش يوم الاثنين، انا احطه في ال 18 ولو ربنا سهلها وفي نتيجه كويسه احتفل بيه، ممكن انزله الشوط الثاني، ممكن انزله وقت قليل او ما لعبوش خالص أو وده الاحسن، كده الناس هتحتفل، احتفل بيه لان يعني هو طبعا الحقيقه ابهرنا، يعني مش هو لوحده الحقيقه، صح. بس هو اكثرهم ابهارا لينا ان نضج وحته ان هو بقى قائد كمان، انه كابتن الفرقه وبقى قائد، يعني اكتسب شخصيه اخرى ما كانتش فيه، بس شوقي غريب ادهاله، فاحنا نحتفل بيه، بقول الشوط الثاني ما نبتديش بيه نظرا للمجهود العضلي والعصبي اللي كان موجود فيه، يعني برضه ده توقعي توقعي انا برضه توقعي، انا بقول ده توقعي برضه ان شاء الله، ونتمنى اي 11 يلعبوا طبعا. اي 14 يلعبوا ان شاء الله. سؤالي بقى هنا هيبقى مختلف خالص يا كابتن حشيش، هو ليه الاتوبيس هنا بيخش جوه الملعب واحنا ايامنا ما كانش بيخش جوه الملعب؟ احنا ما كانش عندنا اتوبيس خالص. يعني انا بس عايز اعرف، لا طب انا ما تسال سؤال تاني بقى كمان، انا اعترض يا جماعه والله، انت حضرت السلم الكبير؟ لا ما لحقتوش. كنا بننزل مثلا من الدور الرابع على السلالم ونطلعهم بعد الماتش ثلاث ارباع. لا سمير هات الاخر يا سمير والنبي، اشمعنى بقى انا اعترض هنا؟ خلي بالك يا اسلام، كانوا يوقفونا بره يا كابتن ويطلعونا يمشونا المشوار ده كله. لا ده انا عايز اقول لك حاجه بقى، السلم بتاع الاستاد الكابتن ابراهيم والكابتن عادل عارفينه طبعا. استاد ايه؟ القاهره؟ القاهره. لا انا بحسب هنا كان لا انا بتكلم طبعاً حضرته يا كابتن. طب حضرته بقى طبعا، وانت بعد الماتش وطالع ثلاث ارباع الفرقه كرامبات. ثلاث ارباع الفرقه ومحدش يعني يفكر يغير الموضوع ده. تبع الفرقه ما كانتش بتطلع. ما كانتش بتطلع خالص. بتسلمها. يقول لك عايزين طياره تيجي تاخدنا. تخيل يعني. طيب كابتن احنا نسينا نقول على بقى الجونه. لا هرجع لسه اتكلم عن الجونه بس. تمام. هو كان سؤالي للكابتن ابراهيم، يعني حضرتك توقعك ان رمضان ما يلعبش جوه. لا ما يبتديش موجود حضرتك ان هو بره خالص، كابتن عادل يلعب. لا انا بره على الدكه. ولو النتيجه كويسه مش هيلعب خالص. يعني بتتفق مع طبعًا. كابتن ابراهيم.
طيب في نقطه كابتن صغيره جدا. هو النهارده لو رمضان محترف في الدوري الانجليزي كان المدرب لما هيروح يلعب كان الراجل هيريحه ولا كان هيلعب؟ مش عارف. هيلعب لو هو قادر انه يلعب. مش لا حضرتك قلت ايه يا كابتن؟ حضرتك قلت يعني في الدوري الانجليزي حلتها المساعدين. هو ليه محمد صلاح الماتش اللي فات قام وكان هينزل وبعدين بالظبط لما النتيجه بالظبط لانه محتاج تتحسب الراجل ده الجوزله قد كده العضله بتاعته يعني في الاخر يا كابتن. انا اقصد ان المساعدين هم اللي زي ما حضرتك بتقول يعني. هو محمد صلاح دلوقتي قام في الدقيقه 88 اول ما حس انه كسب خلاص ما حس انه ده معناه ايه؟ محتاجه في اللي بعده. ده معناه هو مصاب ان هو في حاجه صح. بس هو عايزه معاه عشان لو لا قدر الله حصل حاجه ممكن ينزل له في كره يخلصها له يعملها له بتاع. انا متخيل ان رمضان بكره نفس القصه بس مش اصابه بقى مجهد بس هو عايزه معاه عشان تحسبا لو الدنيا مشيت كويس. وجهات نظر في وجهات نظر كتيره تقول لك لا رمضان يكمل يلعب ال 90 دقيقه عادي ويروح يلعب النجم الساحلي اللي هي قوه الدافع صح. دي برضو ممكن خلي بال حضرتك دي محتاجه طبعا. في نقطه ثانيه يا كابتن في فروق فرديه بينا. في انت اقوى مني كابتن ابراهيم اقوى من احنا الاثنين كابتن حشيش قدنا احنا الاربعه فيعني في فروق فرديه عند الانسان طبعًا. في قوه للعضله قوه العضله دي بتختلف من واحد لواحد حتى من الصغر كده تبص تلاقي اللعيب في البرازيل بيلعب على الرمله من هو عنده 8 سنين ولا 7 سنين تبص تلاقي التكوين البدني عنده قوي جدا وحتى النفس بتاعه لما يعني بيجي يطلع البيت بتاعه بيطلع جبل عشان يطلع بيته ولما ينزل التمرين وهكذا. تمام كابتن ابراهيم او كابتن حشيش مين اللي انت عايزه؟ اي حد مفيش فرق. طب ممكن يلعب باثنين راس حربة مثلا؟ لا في البدايه لا مش هيلعب باثنين راس حربة لازم هيلعب بواحد راس حربة. مش هيغير طريقته ابدا 4 2 3 1 مش هيغيره مع اختلاف في مع حته عدم التقيد في المراكز واحتلال الاماكن المناسبه ويخلق المساحات اللي ورا المدافعين. وهما الحقيقه النادي الاهلي بقى مميز فيها قوي والثلاث ماتشات اللي ابدعنا فيهم كانت الميزه اللي ما كانتش موجوده. اولا مجموعه اللعيبه اللي ما كانتش بتدافع بقت تدافع. يعني احنا بنبقى تحت الكوره على طول دلوقتي. الكوره بتتقطع مننا كلنا تحت الكوره بنبقى ما كلنا في واجبات دفاعيه بتتعمل ما كانتش موجوده عند بعض من اللعيبه. بيعملوا الواجب الهجومي بس ما بيعملوش الواجب الدفاعي. فلا الموضوع بقى مختلف خالص مع النادي الاهلي مع مستر فايلر. وانا شايف ان الاداء هيبقى من احسن لاحسن في الفترات القادمه. يعني كابتن حشيش ثلاثه راس حربه موجودين وليد ازارو جونيور مروان هيعمل ايه؟ هيلعب نفس الطريقه بتاعته راس حربه واحد. ممكن يبتدي بمروان ممكن لو حالته كويسه ممكن يبتدي بيه. هو عنده الراجل الحقيقه عنده مرونه في التحركات يعني ما بيلزمش بيدي تحرر كبير قوي للعيبه وخصوصا في التلت الهجومي فما عندوش ممكن تتقلب في ثانيه الطريقه. ممكن يعمل تغيير من جوه يغير شكل اللعب على حسب انت حاله الفرقه بتاعتك وحاله المنافس والنتيجه. فاعتقد ان هو ممكن يعني انما البدايه هتبقى الطبيعيه 4 2 3 1. كمان هيعمل يعني ثبات في التشكيل النادي الاهلي برضو اللي لعب بيه خلال الفتره الاخيره او المباراه الاخيره. لو تحب ان احنا مثلا نتوقع تشكيل او حاجه ممكن هنتكلم في الاخر. احنا لسه قدامنا 5 دقائق. تمام الـ ديانج ولا عاشور كابتن عادل؟ ده شغل مدير فني طبعا يا كابتن. لان هو ديانج جاي من المنتخب المالي. بس انا بتكلم ليه على ديانج؟ لانه مجهد يعني كان عنده اجهاد في العضله خلال الفتره اللي فاتت. هل ده ممكن يخلي الراجل ولا طالما انضم يبقى كويس؟ لا هو الراجل حريص جدا على كل لعيب وزي ما احنا قلنا ده راجل عبقري في التعامل مع اللعيبه وازاي بيطلع من كل لعيب اقصى ما عنده سواء فردي او جماعي. يعني بيسخر لاعبته ان هم كل واحد عنده 8 من 10 يخليها 9 من 10 من خلال الاداء الجماعي زي ما شفنا رمضان وشفنا كل اللاعبين واجاييه وفاجئنا باجاييه وهو بيلعب راس حربه من بدايه الدوري والكل. الحقيقه تحس اللعيبه وهي في الملعب او هي في التمرين عارف واحد مبسوط انه في التمرين غير لما يكون انت التمرين وانت بتأديه وانت غصب عنك او انت متضايق. لا تحس ان فيها نوع من الناس حابه التمرين مبسوطة الناس مبسوطه في الاداء. حتى وهي في المباراه الرسميه تحس ان اللعيبه
مستمتعه بالاداء. صح اللعيبه بتستمتع، اللعيبه مبسوطه وهي بتادي. فدي كلها الامور دي كلها طبعا ما فيش شك انه طالما ضمه، حتى ديانج لما يقولوا ضمه، انا ممكن كمدير كوره اطلع خبر اقول مثلا فلان متعور، هو مش متعور لمجرد ان انا طبعا يا كابتن، وده لعب ده برضو طبعاً، دي حاجه طبعاً. اوراق بنلعب بيها، ان انا اقول ان فلان متعور، مروان متعور، هو مش متعور، ده سليم مليون في الميه، وخاصه قبل مباراه الدوري الراجل المدير الفني باني شغله ان فلان هيمسك مروان او هيمسك ازارو او هيمسك كذا، يلاقي الموضوع مختلف. فطبعا مش ممكن ابدا الضمه تخف في يومين، الضمه تقعد فتره. فانا ما اعتقدش، لكن الاثنين جيدين من وجهه نظري، ويقدروا يقوموا بدور حمدي فتحي ان شاء الله باذن الله. كابتن ابراهيم مش عايز ازنقك، ولكن يا كابتن حشيش قبل ما بعد سؤال الكابتن ابراهيم عايزك برضو تحط لي تشكيل من وجهه نظرك. بس انا عايز ارد على حته ديانج دي برضو. وانت يا كابتن عادل برضو بعد اذن حضرتك تحط لنا تشكيل. انا جاهز بالتشكيل وبعد كده نرجع بقى. بس انا هرد على حته ديانج. اتفضل يا كابتن. من خبراتي مع المدربين الاجانب ما بيحطش حد في التشكيل نص نص بالنسبه للاصابات. فهو ديانج ان شاء الله سليم 100%. وهو كمان محتاج يجربه ويشوفه في ماتش زي ده، عشان هو محتاجه برضو. هرجع تاني للمباراه القادمه في النجم الساحلي، محتاج واحد زي ده في نص الملعب، ودي مهمه قوي انه يجربه ويطمن عليه. برضو وجهات نظر، توقع يعني. كل ده توقع مع، يعني فيش كلام جاي من كنترول، الحاجه كلها توقعات. يعني حضراتكم هنا كل حد من كباتننا الكبار بيقول توقعه، وقد يكون صحيح وقد يكون خطا في مراكز معينه هو عايز يطمن عليها، عشان محتاجها لمباراه هامه جدا بعد المباراه دي. اتفضل يا كابتن ابراهيم بقى. ما يقول السؤال تشكيل. تشكيل تشكيل بقى. تشكيل تحت امرك. ازف هو طبعا تشكيل الشناوي. تشكيل من ايه؟ من وجهه نظر. من وجهه نظر طبعا. توقعات. لو مضيف فني هقول توقعات. الشناوي ان شاء الله باذن الله، حارس المرمى احمد فتحي ناحيه اليمين، علي معلول ناحيه الشمال، رامي ربيعه وياسر ابراهيم اثنين مساكين، عمرو السوليه مع حسام عاشور اثنين ديفندر وسط الملعب، حسين الشحات ومحمد مجدي قفشه، وليد سليمان ثلاثه تحت راس الحربه، ووليد ازارو راس حربه. وليد ازارو راس حربه. كابتن حشيش في اختلاف شويه مع الكابتن ابراهيم. الشناوي جون، احمد فتحي، رامي ربيعه، وايمن اشرف، وعلي معلول ناحيه شمال، نص الملعب عمرو السوليه وديانج، قدام وليد سليمان وقفشه وحسين الشحات ومروان محسن. مروان محسن تمام. كابتن عادل انا قلت التشكيل قبل كده انه لنهى بيه اسوان. لنهى بيه اسوان هو يعني اللي هو معلش فكرنا كابتن. اجاي في المقدمه تمام. اجاي وفي رمضان وفي حسين الشحات. رمضان وحسين وقفشه. هيبقى في نص الملعب عمرو وديانج. عمرو وديانج وفي علي معلول وفتحي ايمن اشرف ورامي ربيعه والشناوي. ده اللي نهى بيه اسوان. ده هيفضل يعني ماسك بايده وسناره فيه، علشان برضه ماتش النجم الساحلي ان شاء الله. يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته غدا. خلاص بقى رجعنا للنادي الاهلي، اللي كنت هقوله المنتخب، لكن في النهايه احنا رجعنا للنادي الاهلي. الاصل لاصلنا بالظبط كده، رجعنا لاصولنا. لا احنا اصولنا مصر طبعا. طبعا اكيد يعني احنا هنا في القناه يعني الاهلي، يعني ان احنا نتكلم الأهلي. عن النادي الاهلي. انا بشكر حضرتك كابتن عادل على وجودك معانا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا كابتن ابراهيم. شكرا كابتن حشيش على وجودك معانا. بشكر حضراتكم. شكرا جزيلا. ان شاء الله بكره الساعه 3:30 بعد العصر ان شاء الله هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشره، ساعه ونص ما قبل مباراه النادي الاهلي ومباراه والجونة. زي ما حضراتكم عارفين، من هنا بتاخدوا التشكيل، من هنا بتاخدوا لقاءات اللعيبه، من هنا بتعرفوا التسخين ازاي، من هنا بتعرفوا حاله اللعيبه ازاي. انتظرونا غدا وحلقه جديده من ملعب الاهلي، وعوده مره اخرى الى قطار الدوري العام في اولى مباريات النادي الاهلي. النادي الاهلي سيلاقي الجونة غدا في تمام الساعه 5:00. انتظرونا ان شاء الله في تمام الساعه 5:00. نشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. We'll be right back.